بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. سهره رياضيه جديده مع ملعبكم. يمكن هبدا النهارده بشغل الناس الشاغل الكورونا. احنا الاول اتعاملنا مع الكورونا بشويه هزار، يعني ايه اللي هيجيبها، ايه اللي هيوديها، وكنا دايما احنا ضد، واحنا اللي بناكل ايه، واحنا اللي دهنا الهواء ايه، وشويه الحاجات اللي احنا عندنا البعض دايما يقولها. وبعدين طلعنا من الهزار، في البعض عايز فرصه بقى تشكيك، اشمعنى الكورونا ما جاتش مصر؟ فالوزير قالت لك جايه، ايه انت بتقدر لنا البلاء قبل وقوعه؟ ما هو يعني ايه جايه؟ ما هتيجي، ما انت بلد مفتوحه، عندك سياح وعندك ناس بتسافر وناس بتيجي وطيارات ومطارات ومطار وشغلانه، فلازم يعني. فطلعت الفيروس، فبدانا نعلن بقى 50 بقى 70 بقى 90 بقى 100 بقى 100 وكذا. بصوا بقى الحدوته والليله، في النهايه عندنا كورونا زي ما عند اسبانيا، زي ما عند ايطاليا، زي ما عند فرنسا، زي ما عند النمارك، زي ما عند السويد، زي ما عند البرتغال، زي ما عند امريكا، زي ما عند الصين، زي ما عند كوريا، واسلك للسنه الجايه. طيب كورونا الدوله بتعمل ايه؟ الدوله بتفضل تدرس، الدوله المره دي فاعل، عماله بتلحق قبل ما الامور تبقى متفشيه. بس احنا الظاهر عندنا بنحب قوي ان احنا، انا شجيع السيمه، مين ادي بكورونا ايه، فاهم؟ وبعدين يجي ما عملولناش حاجه، يا عم ما احنا بنقول لك. فالدوله راحت عامله لك اجازات للمدارس والجامعات، يلا بينا ايه رايحين رحله، هنركب اتوبيس، هنركب مش عارف ايه، هناخد يا سيدي الاجازات دي عشان حضرتك ما يبقاش في زحمه، ما يبقاش في اختلاط، تقلل نسبه العدوى. ده المقصود، انه المدرسه بيبقى فيها تجمع، بلاش نروح المدرسه عشان لانه ولد حامل الفيروس، حد حامل الفيروس وهكذا. بس في نفس الوقت ما زالت المصالح، ما زالت الدواوين، ما زالت الوزارات شغاله بكامل قوتها. في ناس بدات تاخد بعض الاجراءات، في انديه بدات تاخد بعض الاجراءات وهكذا. لكن برضو احنا لازم يعني ايه، يوم جاي ايه يقول لك إيه؟ كورونا علينا ازاي يعني؟ ايطاليا النهارده فيها 370 حالة وفاة. ايطاليا وما ادراك ما ايطاليا، يعني ايطاليا دولة متقدمة و و و وكذا. اسبانيا النهارده مرات رئيس الوزراء، وبدأوا ايطاليا عملت حظر تجوال، وايطاليا اسبانيا، وسمعت البرتغال وسمعت غيرها كمان من الدول. انا ما بقولش عشان ده يحصل او ما يحصلش، بس انا بقول لحضرتك وحضرتك انه تاخدوا بالكم بقى شوية، يعني بلاش الله يخليكم فردة الصدر الزيادة دي، يعني كل واحد لازم بقى يبقى واخد باله. ودي بقى ما فيهاش فقير وغني، فيها سلوك. يعني ما هو الفقير اكيد عنده صابونه هيعرف يغسل ايده، اللي ما عندوش يا سيدي منديل كلينكس عنده فوطه صغيره كده يمسكها، عنده حته قماشه يشتغل بيها يعني، عشان الدنيا تمشي صح. بس احنا دلوقتي بناخد من ايطاليا، يقول لك بص واقفين في البلكونات وبيغنوا النشيد ومغنيه ابره، حلو يا سيدي. بس هم الطليان هم اللي وصلوا نفسهم لدي، في الوقت لما الصين تعاملوا بمنتهى الحزم والحسم والانضباط والالتزام، خلاص كورونا بتودع هناك، وبدا الطليان انهم تعالوا لنا. في حالات لازم تبقى في غرفه الانعاش، ما يبقى مش هتكفي. العيادات المركزه اوريدي فيها اصلا ازمات، مش هتكفي، خاصه كبار السن. فمحتاجه كده مننا شويه، انه ايه، شويه عقل كده يعني. فيروس هيخلص بعون الله، بعون الله، بإذن الله، إمتى الله أعلم. لكن أنت المرض ده بيمر بعدة مراحل، أول حاجة جه عندك ولا ما جاش كويس، بعدين بدأ يجي تبدأ تتعامل، أو قبل ما يجي بدأت تاخد إجراءات. عشان كده هو الحمد لله انتشاره حتى هذه اللحظة بطيء في مصر. في إجراءات، ممكن يكون في ناس عندهم كورونا ناس ما تعرفش، ممكن جدا، وفي ألمانيا كده، وفي فرنسا كده، وفي أمريكا كده. يعني احد الوزراء في امريكا قال لك والله ممكن يبقى في اكتر من كم مليون يبقى حامل. قال كان بيقول لك 100,000 دلوقتي، هو بيقول كده في امريكا. وعلى فكره بيحصل في امريكا زي اللي بيحصل في مصر برضو، المطهرات تختفي والميه تختفي والحاجات تختفي وشغلانه. وعندنا ده كان زمان بيسموهم تجار الحرب، دلوقتي بقوا تجار المرض للاسف الشديد. يعني الحاجه المطهره كانت ب 50 تبقى ب 70 تبقى ب 100 تبقى ب 200 تبقى ب 300 وهكذا. دول اغنياء الحرب، اثرياء الحرب وهم اثرياء المرض، ربنا لا يكسبهم يعني بصراحه. يعني مش ده وقته، مش ده وقته ابدا.
بعدين شويه تلاقي واحد واخد مراته وولاده يلا بينا رايحين مول كذا. يا عمي اهدى شويه بالراحه، ابوس على ايديك، ابوس على ايديك، مش كده شويه بس، اهدى اهدى شويه. اليومين دول الدوله بتدي لك اجازه، انت حضرتك بتاخد اجازه، مش عايز تجمعات، انت بتخلق تجمعات؟ ما ينفعش نقعد في بيتنا ونكن شويه لاسباب كثيره جدا اهمها صحتك وصحتي. مش خايف على صحتك، خايف على ابنك، مش خايف على ابنك، خايف على بنتك، مش خايف على بنتك، خايف على بيت الاسره، مش خايف بقى، خايف احنا نخاف منك. عمل تحدي جميل، انا كنت زمان ما بحبش التحديات بتاعت التلج والبتاع والكلام الفارغ ده، ده التحدي المحترم. بدأ انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي قال لك تحدي غسل الايادي اهو، اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، ايوه تمام مهم، ده اللي اتشير بقى، ده اللي صح كده، ده لازم كده، ده لازم كده، ازاي تغسل ايدك صح، ده لازم كده، ده مهم جدا. والبص المطهر 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 جنبه وهكذا، ده لازم بجد لازم نهدى كده شويه، نهدى، ده صحتنا، ده نفسنا، دول ولادنا، دي اسرتنا، دي بلدنا. ايوه ايه المشكله؟ واغسلها 10 مرات 15 مره 20 مره، خلي منديل كلينكس في ايدك تفتح على طول بيه الباب، خلي فوطه صغيره، اي حاجه حتى وانت قاعد في البيت، سلامك مع اولادك كده من بعيد، هاي ازيكم، دلوقتي بيسلموا بالطريقه الهنديه، ده مش هزار، ده بجد. اه رئيس الاتحاد الدولي، مش عيب، ده ما فيهوش عيب، صابون على مطهر على ميه على نظافه وتغسل وتقفل الحنفيه كده، مش عيب، ده اللي يتشير صح، ده اللي الناس لازم تشتغل عليه بجد. لانه انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، انا في الوسط الرياضي وفي الوسط الاعلامي وبشوف مدى الخساره الماديه الفادحه على هذا الوسط. قيس بقى حضرتك على مجال الطيران، على مجال السياحة، على مجال البنوك، على مجال الاستثمارات، على مجال أي مجال حضرتك ممكن تتخيله يعني. أدي كل نجوم العالم بقى، كل واحد ورا التاني، وجميل إنها طلعت من بتوع الرياضة وبتوع الكرة بالتحديد لأنهم مؤثرين في العالم. ده طبعًا النجم الكبير كاكا، نجم كبير كله بيستجيب. عارف احنا بقى لو عملنا ده يقول لك يا سيدي يا بتاع مش عارف ايه، ما تخلي بالك من ايه وهكذا، ده صح. ايطاليا فوق 350 حاله وفاه النهارده. اه عايز اخوفك، مش هقول لك مش بخوفك، لا عايز اخوفك، عايز اقول لك ان الموضوع اذا حضرتك ما التزمتش هيوصل تفشي، هتعمل ايه ونعرف منين؟ هو لا عيب ولا حرام ان يجيلك كورونا يعني، مش عيب ولا حرام، والحمد لله نسبة الوفيات ما تزيدش 4% بس، كانت 2.5% بقت 3.5%، ممكن توصل ل 4% و5 و6 و7 و8 بالمقارنة بالانفلونزا. الانفلونزا بيجي لنا ناس كتير جدا عندهم انفلونزا، فيقول لك 1% بس، انفلونزا ملايين، احنا الحمد لله لسه ما كملناش 200,000 بس، هيزيدوا عن 200,000 وهيوصلوا مليون قريب اللي عندهم كورونا في العالم، وهيعدوا المليون كمان، وهيبقوا 2 و3 و4 لانه في اوبئه على مدار التاريخ، يمكن اقولها لكم في الحلقه حصل ايه. بس حضرتك وحضرتك لو سمحتوا مع نفسك اولا، مع اولادك، مع اسرتك، مع جيرانك. انا جيت النهارده القناه ممنوع السلام، اللي بيجي يسلم عليا بيعمل له كده من بعيد، اللي وحشني قوي من بعيد، ما تزعلش في حاجه، واللي جاي يحضن او جاي يقول له معلش من فضلك، ما خلاص ما بتكسفش، فاضل لي بس احط الكمامه دي وهحطها. بنتكسف احنا بقى من الكمامه، هحطها، ما هنعمل ايه؟ ما هو لازم نمشي صح، ومفيش ما يمنع ابدا انك تقعد بيها في اي مكان. فاحنا عاملين سؤال النهارده، الى اي مدى هيؤثر كورونا على الغاء الاحداث الرياضيه؟ ابعتوا لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا على اون تايم سبورتس اي جي، ابعتوا لنا وهنقول الاستفتاء شكله عامل ازاي. خلينا ناخد موجز اخبارنا. الاتحاد الافريقي بيستقر انه هيوزع مباريات مارس الدوليه المؤجله من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه على الأجندة بتاعت شهر يونيو وشهر سبتمبر، وربنا ييسر الحال إن شاء الله. في النادي الأهلي قرار بتعليق الأنشطة الرياضية في الفروع الثلاثة في أهلي الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد أسبوعين، طبعا بيحاول يحافظ على سلامة الأعضاء وكل اللي بيشتغلوا داخل النادي. محامي كريم نيدفيد بيؤكد انه هيعمل دعوة قضائية ضد المركز الطبي الالماني اللي قام بتأهيل نيدفيد بشكل خاطئ، عشان كده رجعت له الاصابة مرة تانية.
الاهلي بيدور هو وطارق التايب على ميعاد جديد عشان مهرجان اعتزاله، لان النشاط متعلق في او موقوف في مصر والسعوديه. فرجاني ساسي وبن شرقي بيسافروا الى تونس والمغرب في اجازات، وايضا معهم اونجم بتصريح من اداره النادي. انتهى ازمه الاسماعيلي ويعود ان شاء الله، هيستقر الطائره الساعه 1:30 صباحا باذن الله من المغرب، وهحكي لكم التفاصيل. وباهر المحمدي كابتن الاسماعيلي بيشوف ازاي يسافر المانيا بعد تعليق الرحلات عشان يجري فحوصات على ركبته من جديد عند الخبير الالماني ماير. كابتن طلعت يوسف المدير الفني فريق اتحاد السكندري بيرفض سفر الخماسي المحترف الى بلادهم عشان كورونا. نجمنا محمد النني اللي استعاد فورمته تماما تعادل سلبيا مع جلطة أسراي مع فريق بشكتاش في الجولة 26 من الدوري التركي، وكريم حافظ صنع هدف في خسارة ملاتيا سبور أمام قيصر سبور 2-1. الترجي التونسي بيتأهل لربع نهائي كاس تونس بفوزه على مستقبل المرسى بهدفين نظيفين، وبالمناسبة كمان حسين السيد قاد فريق الصفاقسي للتأهل لهذا الدور، وحسين عامل مباريات رائعة رائعة في تونس. قائد وكابتن فريق الوداد المغربي ابراهيم النجاش بينفي تماما اصابته بالكورونا. الجزائر علقت الاخرى كل الانشطه لحد 5 ابريل اللي جاي. اخر مباريات في الدوري الاماراتي كانت بالامس، وتم تعليق النشاط لمده شهر قرار من الاتحاد الاماراتي لكره القدم. والكورونا تضرب دومينيك بلاك رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم صاحب 70 عاما. اجتماع بالفيديو كونفرنس للجنة الأولمبية الدولية لحسم مصير أولمبياد طوكيو يوم الأربع المقبل بإذن الله. ده كان موجز اخبارنا، خلينا نشوف زي النهارده كان فيه ايه ونرجع نكمل مع حضراتكم. عندنا اتصالات وعندنا اخبار كثيره جدا، دايما معاكم في ملعب اون تايم سبورتس. انا عارف ان حضراتكم بتحبوا الفقرات دي، وان شاء الله بفقرات كثيره هتبقى موجوده معانا، مش هنعطل طوال الفترة اللي فيها توقف نشاط، بالعكس النهارده هتلاقوا الحلقة ما كفتش، لأن عندي كمان ضيفين مهمين جدا، عندي كابتن جمال الغندور وعندي الكابتن عز الدين بهادر أكبر لاعب في العالم. كانت في أزمة كبيرة جدا للنادي الإسماعيلي في المغرب، لكن طالما عندنا الحقيقة سفراء على المستوى المعهود ما بنقلقش. الإسماعيلي راجع ولا مش راجع؟ القصة شكلها إيه؟ خلينا نرحب بسيد سفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب. مساء الخير يا سيد سفير. مساء النور يا كابتن شوبير، اهلا بيك. ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. طبعا بشكرك، انا عارف المجهودات اللي حضرتك عملتها لعوده النادي الاسماعيلي، لكنه اتمنى ان حضرتك اللي تطمن الناس ايه اللي حصل وان شاء الله هيركبوا الطياره امتى. طبعا هو بدايه كده احب اقول ان الاسماعيلي اوريدي يعني هو موجود في المطار دلوقتي، الطياره هتطلع الساعه 12:30. نعم. طبعا يعني حصل سوء حظ في مساله المباراه بتاعت الاسماعيلي، لان هو وصل يوم الخميس. نعم. المفروض المباراه طبعا كانت تكون النهارده وكانت هتقام من غير جمهور بحكم يعني القرار اللي كانت خدته السلطات المغربيه. نعم. كل المباريات تقام من غير جمهور. يوم السبت الصبح طبعا صدر قرار من الاتحاد العربي بإلغاء المباراة أو إرجاعها يعني. نعم. لظروف طبعا انتشار فيروس كورونا، وكانت المغرب بدأت تتخذ إجراءات أكثر وأكثر في مسألة إلغاء التجمعات وإلغاء كل التظاهرات الثقافية وفنية، ومنع الطيران طبعا من الدخول والخروج لعدد من البلاد. فطبعا اتلغت المباراة. امبارح بعد الظهر بقى ده يعني يمكن اللي كبر الأزمة، إنه المغرب بلغتنا كانت لغت الطيران، علاقة الطيران مع 21 دولة كان من ضمنهم طبعا مصر. نعم. وبالتالي كانت الأزمة انه امتى هيتطبق القرار،
وكان في طياره واحده المفروض النهارده لمصر الطيران اللي هي الطياره بتاعت الظهر. نعم. حاولنا نطلع الاسماعيلي عليها، كانت طبعا الطياره يعني مليانه على الاخر. ويعني احنا بمحاولاتنا واتصالاتنا مصر الطيران ووزاره الخارجيه المغربيه نجحنا في ان احنا يبقى في طياره ثانيه. نعم. النهارده بالليل اللي هو الاسماعيلي هيطلع عليها. هي الطياره دي استثنائيه؟ الطياره دي استثنائيه يا فندم. هي استثنائيه، هي طبعا كل يوم في طيارتين، بس الفتره الاخيره كانت طيارات بالليل ملغيه، فهي طبعا طياره استثنائيه لانه خدنا بيها اذن، يعني خدناها بمجهود الحياه كبير جدا. طبعا. وبنحاول طبعا ان احنا ناخد طيارات تانية بكره وبعده، لانه في عدد من المصريين موجودين لاسباب مختلفه يعني. نعم. وبالتالي ازمه الاسماعيلي انتهت تماما، هم الان في المطار يا فندم. موجودين في المطار عشان يسافروا. لا، ازمه الاسماعيلي انتهت، انما طبعا انا كنت انا الحقيقه ما عرفتش اروح معاهم المطار، لان كانت اتصالات على طول مع الخارجيه ومع السلطات المغربيه عشان نقدر نعمل طيارات ثانيه. نعم. فبلغني رئيس البعثه انه في جماهير كمان من الاسماعيلي موجوده. هو حتى ما كانش عنده علم بيها، هم راحوا له النهارده الاوتيل عشان طبعا مش عارفين يسافروا، لان هم كانوا جايين على المغربيه. نعم. حتى مش مصر الطيران. آه. وان شاء الله بكره نحاول نحل مشكلتهم بحيث ان هم يطلعوا، لو عرفنا نطلع طيارات بكره يطلعوا فيها. هل بالفعل المجال هيغلق تماما بدءا من يوم الثلاثاء في المغرب الشقيق؟ لا، هو الحقيقه اغلق تماما من المفروض النهارده الساعه 12 بالليل. نعم. على جميع الدول. آه. انما في محاولات، لانه طبعا انت عارف في زي ما انا بقول في مصريين موجودين، اللي في مهمه واللي كان في زياره واللي كان في شهر عسل. صحيح. في طبعا جنسيات كتيره موجودين، فرنسا عندها 20,000 فرنساوي موجودين مش عارفين يرجعوا، وبالتالي طبعا كلنا كسفارات اجنبيه في المغرب بنعمل جهود مع الجانب المغربي بحيث ان احنا نمد المده تكون مثلا يوم الاربعاء يوم الخميس، وبالفعل يعني في توجه ان الطيارات تفضل لغايه يوم الخميس بس، دخول يعني خروج بس، ما نعم. فيش الطيارات تيجي فاضيه تاخد الناس. نعم. وتمشي، انما هو مش سامح بدخول اي شخص الحقيقه. اذا حضرتك بتطمن الجميع ان بعثه الاسماعيلي في المطار وفي طريقها الى القاهره الان، وان الجماهير اللي موجوده هناك وبعضا من المصريين اللي هيرجعوا بيتم تدبير طائرات لهم على مدى اليومين القادمين للعوده الى مصر باذن الله، مظبوط كده يا فندم؟ ان شاء الله. بالظبط، ان شاء الله كله يرجع وكله يكون يعني تمام باذن الله. سيد سفير، مش هنطمن غير لما كله يرجع ان شاء الله. سيد سفير اشرف ابراهيم سافرنا في المغرب، بشكرك شكرا جزيلا، وده الحقيقه مجهود رائع. انا بسافر كتير، انا بسافر لما كنت لعيب، انا من 82 بسافر، وبشوف قد ايه دور السفراء المصريين الحقيقه دور اكتر من رائع، سواء كان مع اللاعبين والاداريين او حتى مع الجماهير. هيكون معايا كمان تليفونين مهمين، اولهم معايا دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم. مساء الخير يا دكتور جمال. مساء الفل على حضرتك كابتن احمد، ومساء الفل على كل مصر جميعا. ربنا يخليك. يعني دكتور انا عارف انك راجل اكاديمي وراجل بتاع ورقة وقلم وبتعرف تحسبها بشكل جيد. الان هناك قرار للدولة بتعليق الانشطة الرياضية لمدة اسبوعين، وننتظر ما الذي سيحدث. بالتأكيد دكتور جمال محمد علي بيعمل حساباته الان في حالة عودة النشاط بعد اسبوعين او استمراره شوية، زي ما بيقولوا بلان 1 وبلان A وبلان B وبلان C، بتخطط ازاي؟ هو كابتن احمد طبعا كلام حضرتك مظبوط. يمكن انا قبل ما اعمل مداخلة مع حضرتك من ساعة كده كنت عامل بتكلم مع حسام الزناتي. نعم. رئيس لجنة المسابقات عندنا. نعم. ويمكن حسام راح دخل على الدوريات الاوروبيه في حاله عدم اكتمال المسابقات الاوروبيه هيتم. أيوة. ايه بالظبط في كل الاماكن؟ انا لسه كنت بتكلم ان هو طب في انجلترا هتعمل ايه؟ نعم. ده ليفربول باقي له مباراه واحده وكان ممكن يحسم الدوري. فلانه اللوائح للاسف الشديد في معظم دول العالم غامضه، ما نصتش. نعم. غامضه، ما نصتش على اي بند صريح بيقول في حاله الغاء المسابقه صحيح ايه اللي بيتم فيها؟ هل يتم الاعتداء للنتائج الموسم السابق؟ هل النتائج الحاليه هي اللي تستمر؟ طبعا احنا عندنا متغير كبير جدا كابتن احمد، حضرتك يعني خبير في هذا المجال، انه عدد المباريات المتبقيه
كتيره جدا يعني عدد دور كامل دور كامل دور كامل نعم. دور كامل. فالدور الكامل فرق النقاط مثلا ما بين الاهلي والمقاولين 16 نقطه. طب المباريات المتبقيه حاجه و50 نقطه نعم. يعني الفرقه اللي ممكن تكون في المركز العاشر ممكن تاخد بطوله. في نفس الوقت الهبوط عندنا صعب جدا ما بين الفرق اللي هي صحيح. اللي هي متاخره اللي هي عندها 11 نقطه و14 و15 و16 و17 عدد كبير. يعني عندي مشكله بالظبط في سبع فرق. نعم. اربع فرق اللي هم متصدرين مين اللي هو ياخد البطوله ومين اللي هيشاركوا في البطوله. اهلي مقاولين اهلي مقاولين زمالك بيراميدز او اهلي مقاولين بالظبط كده تبقى لجدول الدوري. نعم. عندنا حضرتك الاربعه بيراميدز زمالك الاول والثاني والثالث والرابع. نعم. وعندنا المشكله الثانيه في الثلاث مراكز اللي في المركز الاخير اللي هيهبطوا. نعم. فعندك المشكله دي شائكه جدا حضرتك فوق وتحت. فيمكن حضرتك فاكر حضرتك في احد الاحداث في 2011 تم الغاء المسابقات في حاجه يعني مماثله زي كده. فاحنا من النهارده كان في حوار بيننا وبين كل الزملاء ان احنا هنقعد قريب بحيث ندرس كل الاحتمالات وكل المتغيرات ان شاء الله. مصر تعافى من هذا المرض اللعين ان شاء الله وتعود الانشطه كلها لاستئناف المسابقات بتاعتها. في الحاله دي هنبدا نحط اللي هو البلان الاولاني ازاي نستفيد من الفتره اللي هي تاجلت فيها المباريات بتاعه الجمهور افريقيا. نعم. افريقيا بحيث نستغل الفتره دي وتقام فيها المباريات اللي تم تاجيلها. نعم. طيب في نفس الوقت طب لو حدث ان هو استمرت المده اطول. نعم. برضه هيبقى ده سيناريو تاني ودراسته مره تانيه. نعم. السيناريو الأسوأ طبعا اللي هو عارف حضرتك الغاء المسابقه ده هيبقى السيناريو الأسوأ. نعم. ففي كل الاحوال لابد ان احنا نجلس وندرس كل المتغيرات دي. طيب شويه كده اسئله بتدور في اذهان الجميع. وماذا عن القسم الثاني والقسم الثالث والاقسام الاخرى؟ ده حضرتك القسم الاقسام الثانيه برضو الامور شائكه جدا في عمليه الصعود وعمليه الهبوط. نعم. يمكن المجموعه الاولى في تنافس شديد جدا ما بين بني سويف وما بين البنك الاهلي كل المجاميع خلاص. ما هو سيراميكا بفرق نقطه عن الداخليه وبتروجيت وبني سويف مع البنك الاهلي مع الالومنيوم وايضا يعني مجموعه بحري ما بين دمنهور وفاركو غزل المحله والمنصوره. نعم بالظبط. وفي نفس الوقت في عملية الهبوط برضه شائكة. نعم. فاحنا باقي لنا خمس أسابيع في الدرجة دي. نعم. فيعني الخمس أسابيع في الدرجة دي ممكن يغيروا مجرى البطولة سواء في الصعود أو في الهبوط. نعم. فهو اللي بينطبق على القسم الأول هينطبق على القسم الثاني هينطبق على القسم الرابع. القسم الرابع صعدت أوائل المجموعات. نعم. ولكن كانوا لسه هيدخلوا في التصفيات عشان يصعد منهم 22 فريق. طب القسم الثالث برضه صعدت أوائل المجموعات ولكن لسه كانت دورة التصفيات المزمع كانت إقامتها الأسبوع ده. نعم. بحيث إن احنا كنا مخططين إن احنا ننهي مباريات القسم الثاني والقسم الثالث والرابع بتصفياتهم قبل شهر رمضان تكون التصفيات ده صحيح ده كان النظام اللي محطوط عشان الأضواء. نعم. بالظبط كله. نعم. ينتهي قبل شهر رمضان. فطبعا الامور تغيرت ولكن سلامه اللعيبه المصريه وسلامه الجماهير المصريه وسلامه مصر اهم طبعا من اي بطوله واهم. نعم. من اي مسابقه في مصر. هل حاطين في اعتباركم مثلا في حاله ان شاء الله انحسار المرض وانه بعد مثلا اسبوعين اللي انا عارفه ان من يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله درجه الحراره لن تقل عن 27 الى 30 وبيقولوا انه في الوقت ده هيكون المرض ان شاء الله بيئه غير حاضنه للمرض يعني، هل حاطين انه ممكن مع عود لو عاد الدوري العام هتضغطوا بقى كل فرقه تلعب كل 3 ايام وان شاء الله كل 48 ساعه والتضحيه تبقى على الجميع من اجل اكمال المسابقات يا دكتور؟ وحاله ثانيه فيما لو لا قدر الله لم يتم اكتمال المسابقة هل بقى هيتم إلغاء الهبوط؟ هل مش هيبقى فيه صعود ولا هتصعد الأوائل؟ هل هتعمل مجموعتين؟ أسئلة كتيرة بتتردد يا دكتور جمال. هو طبعا أنا مع حضرتك تماما. نعم. كابتن شوبير أنا هبدأ من نهاية حضرتك. المتغيرات حضرتك أنك أنت نقول أنه الفرق المتصدرة مثلا تصعد والفرق المتأخرة تهبط هتبقى برضو فيها ظلم مستحيل 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 شديد جدا مستحيل مستحيل الفرق اللي هي ممكن كانت مستحيل تعوض في مستحيل المباريات مستحيل. نعم مستحيل. نعم. طيب هنقول حضرتك انه الموسم ده يتوقف تماما كأنه لم يكن كأنه لم يكن ده بديل يعني البديل الاولاني اللي حضرتك قلناه ده البديل الثاني. طيب البديل الثالث الموسم هل هيستمر بحيث انه نضغطه مع الموسم اللي بعديه؟ ايوه كل بديل ليه ايجابيات وليه سلبيات. نعم. ولكن بندور دايما على انه البديل اللي ايجابياته اكتر من سلبياته وهو ده اللي هناخد بيه القرار اللي هو
واللي هو حضرتك طبعا ما هو ما احنا لازم ده على ترابيزه الاجتماعات ندرسه، ولكن هنستفيد من خبرات السابقين طبعا في اللي تم في مثل هذه المواقف في خبرات السابقين. وحضرتك كنت في احد الدورات موجود كنائب رئيس مجلس اداره الاتحاد، وحدثت في بعض المشاكل زي كده. طيب في خبرات السابقين في دراسه الامور كلها، وطبعا دي لازم يتم مش على مستوى اتحاد كره القدم بس، لازم على مستوى الجانب وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه. يعني دراسه كامله من كل المتغيرات، لان احنا دلوقتي كره القدم ما عادتش لعبه كابتن شوبير، ده عاده عمل وعاده استثمار وفلوس وجانب اقتصادي بالظبط كده. فبالتالي مرتبطه باقتصاد دوله، مرتبطه بامن دوله، مرتبطه بامن مواطن، صحيح مرتبطه بسياسه داخليه وخارجيه. فكره القدم اصبحت حاجه مهمه جدا للدوله وللشعب ولكل الناس. في البعض بيقول يا دكتور جمال انه زي مثلا ما بيحصل في تونس دلوقتي، انه الكاس كان قارب على النهايه، يعني فاضل 3 4 ماتشات ولا كلهم 10 ماتشات وتخلص بطوله الكاس، فمن الممكن يبقى في عوده مرحليه بعد اسبوعين بعد 3 بعد 4 ببطوله الكاس، يبقى على الاقل عندك بطل لهذه المسابقه، ثم يتم ضغط بعنف للبطوله بحيث انها تقام كل 48 ساعه او كل 72 ساعه، وكده كده الموسم الجديد متلخبط في العالم كله، فاذا الموسم ما بداش مثلا شهر 8 ممكن يبدا 9 ان شاء الله يبدا 10، ويتم الترحيل وبدايه الموسم تكون بنهايه هذا الموسم، والا يكون هناك اجازات بحيث انه ما يضيعش الموسم. انا بقول لحضرتك الكلام اللي بيتردد يا دكتور جمال. تمام، وانا مع حضرتك كابتن شوبير. احنا يهمنا جدا ان شاء الله الغمه دي تزول ونقدر ان شاء الله نستهدف المسابقات بتاعتنا. فاحنا منتظرين بعد نهايه الاسبوعين دول ان شاء الله هنشوف وزاره الصحه وقرار مجلس الوزراء هيكون ايه، وطبعا بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه. وفي ضوء الكلام ده اللي هيتم على مستوى النشاط الرياضي في كل الاتحادات الرياضيه هيكون جزء رئيسي في الاتحاد المصري لكره القدم، لان هو الاكثر شعبيه واكثر جماهيريه واكثر تجمعا. يعني ممكن بعض الالعاب، هقول مباراة كرة طائرة في الملعب بيلعبوا 6 ضد 6 وستة خارجين عدد قليل، لكن أنا بتكلم في كرة القدم الحد الأدنى 35 فرد الجهاز بس 35. طيب. أنا بتكلم في 70 مظبوط 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 مع الحكام، يعني بتكلم في 80 90 واحد حوالي 100 يعني حوالي 100 فرد حوالي 100 فرد مش أقل. ده أنا هفترض يا كابتن شوبير محدش بيحضر من مجالس الإدارات، أنا بقول لك حوالي 100 يعني بنتكلمنا حكام والمراقبين والاجهزه الفنيه والعمال واللي بيامنوا المباراه. يعني مش هيقل عن العدد اللي بنقول ده، فده تجمع، ده تجمع طبعا. طيب عايز اسالك سؤال انا عارف اجابته على فكره، بس يا ريت حضرتك برضو توضحها لي، خاص باللائحه، وهي النقطتين مفصليتين. النقطه الاولى بند الثمان سنوات، وهو ما تم بالفعل اقراره، ولكن يتردد الان انه مثلا خليني اضرب مثال بنفسي انا، مثلا لو انا كنت قضيت 8 سنوات في اتحاد الكوره من حقي ان انا اترشح في الانتخابات القادمه، لا يطبق باثر راجعي، يعني من جديد وبقى اخش ليا دورتين بعد كده ما ترشحش. صحة هذا الكلام يا دكتور جمال؟ اقول لحضرتك كابتن شوبير، انا لما قريت الكلام ده استغربت انه جه منين. يعني انا استغربت انه جه منين. البند 8 سنوات موجود في اللائحه القديمه. هل اللائحه القديمه اتلغت ولا مستمره لغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها؟ ما زالت مستمره لغايه ما تستمر، لغايه ما تصدر لائحه جديده. اذا بند الثمان سنوات كان موجود في اللائحه القديمه. طب لو بند الثمان سنوات وجد في اللائحه الجديده، هل احنا في فتره فراغ حدثت ما بين لائحتين؟ لا، باعتبارها لائحه جديده، يعني باعتبار موضوع جديد خالص انت بتعمل مش جديد. لو جديد لا، انا مش البند اللي جديد، انا بتكلم اللائحه نفسها المره دي بتدخل واضح من الاتحاد الدولي من الفيفا، وبالتالي بتعتبر شيء من التجديد. يعني هو انا مع حضرتك تدخل من الاتحاد الدولي في وضع بعض المواد والبنود اللي هي بيحاول يقرها على مستوى الاتحادات كلها، مش على مستوى الاتحاد المصري لكرة القدم. فاللي احنا موجود اذا كان بند الثمان سنوات حضرتك موجود في اللائحه القديمه وفي اللائحه الجديده مفيش ما يمنع عن وجوده، بس انا عايز اوضح شيء يا كابتن شوبير. كل اللي بيحصل دلوقتي هنقدر نقول مشروع لائحه او مسوده للائحه. المشروع اللائحه ده لازم هيعرض على جمعيه عموميه وهيروح الفيفا، ولو ما راحش الفيفا زي اللائحه، فاكر المره اللي فاتت حضرتك بعد ما اقر ما ده كان بفعل فاعل، ما راحش محضر الجمعيه العموميه السابقه بفعل فاعل للاسف الشديد. بس يعني اهم المهم كابتن شوبير ما اعتمدتش اللائحه، ما اتنفذتش بالظبط. نعم فاذا لما هتروح اللائحه الفيفا بعد ما ترد من هناك حضرتك
ما فيش حاجة اسمها لو تطبق اللائحة بأثر رجعي أو تطبق اللائحة زي بالظبط قانون الرياضة القانون الرياضة بعد 45 سنة جه القانون الثاني طبعا القانون مستمر 45 سنة نعم محدش قال ما يطبقش على تمام يبقى أنت من أنت بتؤكد إنه بند الثمان سنوات سيطبق على المرشحين السنة القادمة في حالة إقراره من الجمعية العمومية في حالة إقراره بالظبط طيب. كده النقطة الثانية بند تضارب المصالح وده اللي كان الأول قصة الإعلام ومنع اللي بيعملوا بالإعلام ثم تم تغييره إلى تضارب المصالح وللعلم يعني إنه هذا البند موجود من 600 سنة في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم عارفه كابتن شوبير وموجود نصا في قانون الرياضه 71 لسنه 2017 اللي هو بنص في القانون بيقول انه ما يقدرش اي شخص يجمع ما بين مجلسي اداره اتحادين او مجلس اداره نادي واتحاد او مركز شباب واتحاد او لجنه الا ما عدا اللجنه الاولمبيه والاتحاد اللجنه الاولمبيه والاتحاد ده يعتبر تضارب مصالح ما تقدرش تدخل في مناقصات او عطاءات لغايه الدرجه الرابعه من اقربائك لحاجة خاصة بالاتحاد اللي انت عضو مجلس ادارة فيه ما تقدرش تحكم ما تقدرش تدرب ما تقدرش تاخد اجر هي كل ده يعتبر تضارب مصالح يا كابتن شوبير اللي اختصرتها تضارب المصالح في الاعلام لا تضارب المصالح شامل كل النقاط اللي انا اقول عليها لحضرتك ليه 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 يعني ليه ربطوه بالاعلام مع انه ده مش موجود يا دكتور جمال حسب ما انت وضحت يعني حضرتك طبعا كل واحد بيحسبها على رغباته على هواه هو اللي هو هيستفيد منه او مش هيستفيد منه لكن حضرتك احنا لما بنتكلم كلائحه وكويس ان احنا ما لناش حق الترشيح فبنتكلم بشفافيه مطلقه وبالتالي احنا الصالح العام هو اللي هيتم ان شاء الله بشكرك يا دكتور جمال شكرا جزيلا دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسيه لاداره الاتحاد المصري لكره القدم قبل ما اطلع فاصل بس النهاردة وانا بقول لك معلومة المرة دي يعني خلي بقى حضرتك معلومة بمعنى معلومة كان هناك اجتماع جمع ما بين السادة الافاضل اعضاء مجلس الشعب او مجلس النواب من رؤساء الاندية وهم السيد سمير موسى رئيس نادي الزرقاء السيد طارق السعيد رئيس نادي او طارق السعيد رئيس نادي الترسانة السيد طارق السيد رئيس نادي الاولمبي السيد عاصم مرشد رئيس او كان رئيس نادي كوم حماده لكن هو الاب الروحي لهذا النادي والاستاذ عدلي رسلان من نادي الحمام في مرسى مطروح ومعهم النائب قلت عاصم مرشد موجود ومعهم اعتقد استاذ محمد المسلاوي او من نادي 6 اكتوبر يعني ده كان على في احد المطاعم في 6 اكتوبر مطاعم الاسماك بالتحديد جمع ما بينهم وبين المهندس هاني ابو ريده هم الناس قالوا للمهندس هاني انه احد يعني اسباب اعتراضهم وتذمرهم انه جات لهم لائحة في البداية في اتحاد الكرة اللي كان بترأسه المهندس هاني وكان بتقول انه الدوري 12 نادي بيهبط 2 من هذا الدوري ثم فوجئوا قبل الدوري بخمس ايام انه لقى الهبوط 5 عشان تطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل وده أثار غضبهم واستياءهم الشديد جدا وعمل نوع من أنواع اللخبطة المهندس هاني أبو ريدة نفى تماما أي صلة ليه بده البعض ألمح أنه لأ أنه أحد رجالك هو اللي كان ليه دور في هذا الأمر وكان هاني أبو ريدة من الذكاء أنه ما استحبش الراجل بتاعه في هذه الجلسة لأنه عارف أنه في حالة غضب ويعني كلمة غضب كويسة يعني غضب شديد جدا منه لأنه هو اللي تسبب في هذا الأمر من وجهة نظرهم يعني والحوار امتد طيب بالنسبة لتقليص الجمعية العمومية برضو المهندس هاني أبو ريدة قال ماليش أدنى علاقة بهذا الأمر قالوا لا بيقولوا الفيفا قال الفيفا لا يمكن نطلب طلبات زي هذه الطلبات على الإطلاق الفيفا ما هو إلا مراقب قالوا له عندنا اجتماع مع السيد الوزير الأسبوع المقبل في اجتماع احتمال يكون في جلسة للجنة الشباب في مجلس النواب لابد من مساندتك وعد إنه يروح معهم إلى السيد الوزير في الاجتماع اللي هيجمع ما بينهم وبين السيد الوزير هم قالوا انه الموسم بيتأجل وفي مشاكل في الموسم في اكتماله وبالتالي الامر هيبقى صعب جدا جدا بالنسبة لهم وزي ما قال الدكتور جمال هم لسه مش عارفين الموقف يبقى عامل ازاي في حالة الغاء الموسم ام استمراره
ايه اللي ممكن يحصل، طلبوا مساندته، طلبوا مساعدته، هو الراجل اللي كان عازم على الغداء او اللي تحول الى عشاء، وقعد الراجل بالمساندة. الاستاذ عدلي من نادي الحمام في مرسى مطروح طلب منه، يعني بدا يتكلم معاه في انتخابات اتحاد الكوره وانه لازم يكون متواجد، والحقيقه المهندس هنا بريده رفض تماما انه يتكلم في هذا الامر في هذا التوقيت على الاطلاق. ويعني حوارات ممتده قعدت اكثر من 4 ساعات، ده اللي دار في الجلسه. انا بقول لحضرتك بالظبط، يعني لو تحب اقول لك قالوا ايه وحلوا بايه وكل اقولها لك بالظبط، يعني ده بالظبط اللي دار في الجلسه اللي جمعت ما بين المهندس هنا ابو ريده بجوار منزله في اكتوبر مع الافاضل اللي انا قلت عليهم من رؤساء الانديه. بوضوح شديد جدا ده بنقصان دون زياده او دون استطراد، لانه لو استطردت ممكن اخد الحلقه كلها. هروح لفاصل وارجع لكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. مفيش صوت بيعلو غير على صوت النشاط الرياضي، هيقف لامتى؟ ممكن عوده ابطالنا المتاهلين الدوره الاولمبيه طوكيو في ميعادها ولا لا؟ خلينا نروح لاصحاب الشان، امين عام اللجنه الاولمبيه مهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث في نفس الوقت. مساء الخير يا باشمهندس شريف، ازاي حضرتك يا فندم؟ مساء النور، ازيك يا كابتن شوبير؟ اهلا بحضرتك يا فندم. طيب يعني عايزين نطمن الدنيا ماشيه ازاي. كان الاول في تشدد واضح من اللجنه الاولمبيه، من رئيس اللجنه المنظمه، من وزيره الاولمبيات في اليابان انه البطوله في ميعادها، ولا يوجد اي توجه للتاجيل. فجاه طلع الرئيس الامريكي ترامب وطلب تاجيل اللجنه الدوره الاولمبيه، ثم بدا توماس باخ بيقول اخيرا انه لا هنشوف الدنيا، ويوم الاربع الموقف النهائي. الموقف النهائي اللي عند المهندس شريف العريان بيقول ايه؟ حتى الان الموقف عندنا ما فيش فيه جديد الحقيقه. احنا اللجنه الاولمبيه الدوليه احنا على تواصل معها ومع ال WHO، والموقف زي ما هو، الاولمبياد في موعدها، ما فيش اي تغيير. كل التغيير او كل الاخبار اللي عندنا ان هو اللجنه الاولمبيه الدوليه طلبت اجتماع على كونفرنس كول يوم الاربعاء القادم. احنا بالنسبه لقاره افريقيا اللي احنا ننتمي اليها ميعادنا الساعه 5 مساء. كل تساؤلاتنا لازم تتبعت. مين هيمثل مصر او افريقيا في هذا الاجتماع؟ لا، هنكون موجودين المهندس هشام حطب طبعا. نعم. وكرئيس الاتحاد ورئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، وانا. نعم. كامين عام اللجنه. واي حد يحب يكون موجود من اعضاء اللجنه الاولمبيه المصريه. نعم. اهلا وسهلا، يعني هي مش محصوره على حد، ممكن يكونوا موجودين ويستمعوا للي هيقوله الدكتور توماس باخ. نعم. هو بيخاطب ال 54 دوله افريقيه. كل قاره ليها ميعاد، وقبل الاجتماعات دي اساسا في الساعه 2 هيبقى اجتماع مع لجنه اللاعبين اللي هي فيها بطلتنا ايه مدني. هتكون برضو اللاعبين ليهم استفسارات كتير برضو، هتكون هناك في 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 هل هيكون اللجنه في مقر اللجنه الاولمبيه ولا من خلال المقر اللجنه الاولمبيه المصريه؟ لا، اللي احنا اجتماعنا احنا هنكون موجودين في مقر اللجنه الاولمبيه المصريه. وآية كود هنخش بيه ونكون موجودين في الكونفرنس كول. ايه مدني هتكون ممكن من اي مكان. نعم. لكن من مصر، يعني من مصر الانترنت وتتواصل معه. نعم، من مصر فعلا. طيب شايف حضرتك التوجه ايه؟ ما اقدرش اجزم خلاص. انما طبعا حضرتك عارف ان من يومين كان في تورش ريلي، التتابع الشعله بدات في ميعادها طبيعي بدون اي تاخير الحقيقه. نعم. وقفت قبل مضي 24 ساعه، اليونان اللي وقفتها بسبب ان كان في تكدس، ناس كتير الحقيقه بتطلع عشان تتفرج على التورش ريلي، فاضطروا انهم يوقفوها بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه الدوليه. انا في تخيلي طبعا المشكله الاكبر مش في الاولمبيات نفسها، هي في التصفيات. نعم. المؤهله للدوره الاولمبيه. التصفيات اتاجلت. كل التصفيات في شهر 3 وشهر 4 تم تاجيلها لشهر 5. نعم. هل نلحق كلنا نخلص تصفياتنا قبل يوم 31/5 لو اخر ميعاد
عشان 1/6 هو اعلان ال 10500 لاعب ولاعيبه اللي هيمثلوا العالم كله في الاولمبياد. بقى الامر ده بقى مستحيل حاليا. والاتحادات الدوليه طلبت مده اضافيه حتى نهايه يونيو لتكمله التصفيات بدون ما يبقى في اي تغيير في طريقه التصفيات. هل بعد ما ده يتعمل واللجنه الاولمبيه الدوليه في مجالها الموافقه لهذا الطلب؟ لان مفيش مفر منه الحقيقه. هل بقى ال 24 يوم اللي هيبقوا فاضلين على الدوره الاولمبيه هيكونوا كافيين عشان نخلص كل ورقنا بالليست النهائيه لكل دوله؟ الاكريديتيشن يخلص كل حاجه. يعني في وجهه نظري يعني ضيقه جدا الحقيقه الوقت. فهل هيبقى في تاجيل لبعض الشهور او اكتر؟ ده هنعرفه يوم الاربعاء ان شاء الله. تتصور او بعتقد من خلال كلام حضرتك انه قد يكون التاجيل هو الاقرب، بس لعده شهور وليس لسنه. لا ما اظنش السنه، ان سنه تؤثر الحقيقه تاثير كبير قوي. صحيح. على التصفيات نفسها وعلى الناس نفسهم. ويعني في امور اخرى كتير الحقيقه. وتأثر كمان على العقد المبرم ما بين اللجنة الأولمبية الدولية والقنوات التلفزيونية الحقيقة والبث التلفزيوني. لأن هي الدورة المفروض تقام في 2020. أي تغيير غير كده الحقيقة هيعمل كومبليكيشنز كبيرة قوي. يعني هتبقى خسائر بالمليارات الحقيقة. باشمهندس شريف، ماذا عن يعني لاعبين اللي تأهلوا؟ هل قرار التعليق بيشملهم ولا بيتمرنوا بصفة فردية؟ لا الحقيقه قرار التعليق بالتنسيق مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان في اجتماع موسع امبارح الحقيقه. قبل البيانات ما تطلع، وفي بيان طلع من الوزاره وبيان طلع من اللجنه الاولمبيه المصريه. البيان الحقيقه واضح، ايوه بنعلق النشاط، اما اللاعبين اللي عندهم فرص في التاهيل لسه عندهم تصفيات او تاهلوا بالفعل وهم مكملين تمريناتهم بالكامل. انما بالتنسيق مع اللجنه الطبيه باللجنه الاولمبيه المصريه بحيث ان احنا ناخد كل البريكوشنز المطلوبه لعدم انتقال العدوى ليهم، من بقى تعقيم للاماكن التدريب، وهيكونوا طبعا لوحدهم مع مدربينهم فقط لا غير. فنتمنى ان احنا يعني عارف حضرتك كنت رياضي كبير، لو وقفنا احنا لمده اسبوعين او وقفنا حتى الشهر ونص اللي هو تم تاجيل اللعب فيه، طبعا المستوى هيحصل فيه دروب، فلازم نحافظ على نفسنا كمستوى ونحسنه كمان. فيمكن احنا الظروف في مصر افضل من الظروف في اماكن كتير زي اوروبا حاليا. فاحنا عملنا حتى اجتماع كاتحاد الخماسي الحقيقه مع لاعبينا ومدربينا بان احنا نقدر نستفيد بهذه الفتره ونتقدم في المستوى الحقيقه اكتر من اللاعبين اللي في اوروبا، لان ظروفهم اسوء الحقيقه من عندنا. امكانياتنا احنا مختلفه، اماكننا في التدريب موجوده متاحه لنا للتدريب، فان شاء الله خير. يعني سؤالي الاخير، تتوقع اقامه الدوره في موعدها ام سيكون هناك تاجيل شهرين او ثلاث شهور؟ أنا أتوقع يا إما إقامة الدورة في موعدها الطبيعي يا إما تأجيل شهر أو شهرين كحد أقصى. طبعا لو تمت إقامتها في موعدها يبقى هم في معلومات إحنا مش عارفينها الحقيقة. يبقى هم عارفين إن الموضوع ده هيخلص في خلال الشهر شهر ونص القادمين، وكلنا بنتمنى هذا الحقيقة. يا ريت يعني نرجع للحياة الطبيعية في هذه المدة. كل ده تمني كل اللاعبين الحقيقة. مهندس شريف العريان سكرتير عام لجنة الأولمبية المصرية، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. طيب ده كان كلام مهندس شريف العريان، لكن خلينا كمان الأندية اللي بدأت تقفل أبوابها على الأقل أمام النشاط الرياضي. خلينا نروح للعميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الأهلي. سيادة العميد مساء الفل يا فندم. مساء الخير يا كابتن أحمد. ازاي حضرتك يا فندم، كله تمام؟ الحمد لله ربنا يخليك. طيب قرار تعليق النشاط الرياضي معناها الفرق كلها تتوقف عن المران ولا بتتمرن عادي داخل النادي؟ لانه ممكن بعد ال 14 يوم ده كام يوم يقول لك يلا هنكمل دوري، هنكمل دوريات في اللعبات المختلفه. والله يعني نتمنى بعد 14 يوم ان شاء الله يقولوا، يعني انت وارد أحمد. وارد نتمنى طبعا. والله ان شاء الله، ولكن انت طبعا الظروف الحاليه يعني بتحتم على الناس كلها وبتفرض على الناس كلها. يمكن دي يعني عند ربنا سبحانه وتعالى الناس لازم كلها تتعاون، الناس لازم كلها تتكاتف، كل واحد عارف مسؤولياته وعارف دوره سواء في بيته سواء في عمله سواء في تحركاته في الشارع. يمكن احنا يعني في قاعده صينيه ازاي انتصروا على المرض، اللي انت تتعامل مع اي شخص على انه مصاب وتعامل مع كل الناس اللي انت نفسك كشخص مصاب. فربنا هيسلمنا كلنا ان شاء الله باذن الله يا رب. ف
فطبعا الاجراءات الوقائيه وتعليق النشاط الرياضي ده طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، ويمكن امبارح يعني سياده الرئيس طلع يعني قرار بتعليق الدراسه في المدارس والجامعات، وبناء عليه ابتدت مجلس الوزراء برضه اتخذ قرار بتعليق النشاط الرياضي لمده 14 يوم كاجراء احترازي بحرصا على سلامه الجميع. وزي ما احنا يعني بنقول يا رب سلمنا جميعا يا رب. طيب ده معناه عندها وعي يعني التدريبات التدريبات ستتوقف في النادي لكل الفرق يا فندم؟ احنا النهارده عملنا اجتماع، انت عارف كابتن احمد النادي الاهلي انتوا ربطونا، ده عمل مؤسسي طبعا كابتن محمود الخطيب كلف الاداره التنفيذيه مع السيد مدير النشاط الرياضي بالاجتماع مع الاجهزه الفنيه بالكامل عشان خاطر نشوف الفتره اللي جايه هيبقى فيها ايه، وبرده في نفس الوقت التزام بقرار سيد رئيس الوزراء مع الزام بقى من عنده ازاي انت دورك النهارده المجتمعي الساده المديرين الفنيين والمدربين والادارات المعنيه ازاي عليك دور يعني تربوي، وبرده ازاي توعي ولادنا الرياضيين. وبناء على ذلك فاحنا اخذنا قرار بتجميد النشاط الرياضي او تعليق النشاط الرياضي خلال 14 يوم دول مع يقدموا دراسه وافيه هنعمل ايه المرحله المقبله ان شاء الله، وربنا يسلمنا جميعا يعني ان شاء الله. يعني مفيش تدريبات من بكره لكل الفرق يا فندم؟ هي احنا من يوم الخميس اللي فات احنا كده كنا قافلين اغلقنا ابواب النادي عشان خاطر دول الاحوال الجويه، وفي نفس الوقت استغلنا فرصه لتعقيم الفروع الثلاثه على مستوى النادي بالكامل، وده مستمر ان شاء الله باذن الله خلال الفتره القادمه برضه عشان خاطر ده على المستوى الاجتماعي. الناس النهارده بتقابلك في النادي وخصوصا كبار السن، ونتمنى لكن النادي النادي مفتوح للاعضاء عادي يا فندم؟ احنا فاتحينه ولكن في اجراءات توعيه عاملينها عشان خاطر احنا بنقول برضه لازم الناس تتعاون مع بعضيها، احنا يعني عاملينه بس احنا اغلقنا الصالونات ممنوع طبعا، الاماكن المغلقه كلها احنا اغلقناها، في تعليمات معينه لكل المنافذ اللي موجوده للتعامل مع الاعضاء، في تعليمات للاعضاء وكثر خيرهم مشكورين طبعا الناس بتتعاون معانا، لان العمليه كلها عمليه توعيه وعمليه تعقيم وعمليه يعني ازاي هنكافح الفتره اللي جايه الموضوع ده ان شاء الله. عميد محمد مرجان مدير التنفيذي النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا من القاهره الى المغرب ونادي الرجاء المغربي، السيد سعيد وهبه المدير الرياضي لفريق نادي الرجاء المغربي. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، انا مش مدير رياضي، انا متحدث باسم الفريق. متحدث الرسمي باسم نادي الرجاء الرياضي، اهلا بيك واشكرك وسامحنا للخطا. يعني ما قرأناه انه نادي الرجاء قرر اعطاء اجازه مفتوحه الى للاعبين لفتره غير محدده، وفي نفس الوقت نادي الرجاء هو في نصف نهائي البطوله الافريقيه للابطال وايضا في نصف نهائي البطوله العربيه، يعني هذا القرار جه بناء على معلومات انه البطولات لن تقام، ولا في اي وقت من الممكن ان تستدعوا اللاعبين مره اخرى يا فندم؟ اولا انا لي شرف كبير ان اتحاور معك الاخ شوبير، شرف لنا يا فندم، مرحبا بك في كازابلانكا. اهلا بك، مرحبا بك في كازابلانكا. فيما يخص السؤال ديالك فانتم على علم في العالم كاين هذا الوباء ديال الكورونا، فكان قرار ديال السيادي ديال السلطات المغربيه لتجميد جميع الانشطه الثقافيه والرياضيه والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مشات في هذا السياق، والاتحاد العربي كذلك مشى في هذا السياق، ولهذا أجلت مقابلة ضد الإسماعيلي. نعم. فيما يخص السؤال ديالك ديال توقيف الأنشطة، فعلا فاجتمع المكتب المديري بالأمس برئاسة السي جواد زياد معية جميع أعضاء المكتب المديري، وخذينا القرار التالي: أولا إقفال المدرسة للناشئين أي بين 6 سنوات و 12 سنة. نعم. إقفال مركز التكوين، إراحة اللاعبين على الأقل لمدة أسبوع. نعم. ونحن ندخل الآن في تشاور مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لكي نعرف شنو هو الوقت الممكن لتنطلق فيه البطولة باش نسطروا برنامج نهائي لتهيئ اللاعبين، لأن كما تتعلم وصلكم نصف النهائي البطولة بطولة كأس الملك محمد السادس، وأيضا وصلكم نصف نهائي دوري الأبطال، شايف أنه ده حمل على فريق نادي الرجاء، وهل أنتم سيئين الحظ ام سعداء الحظ ان مباراه نصف النهائي امام الاسماعيلي في البطوله العربيه وامام الزمالك في البطوله الافريقيه؟ لا، مش احنا سعداء بهذه النتائج، فالكل يعرف ان فريق الرجاء الرياضي كما الفرق اللي ذكرتي الزمالك الاهلي او فريق الوداد الرياضي هما فرق خلقت للالقاب، ما خلقتش لتنشيط البطولات. ففريق الرجاء الرياضي من مهامه
ومن مطلب الجماهير الغفيرة والغفيرة لفريق رجاء الوليد يمشوا بأبعد نقطة في هذه جميع المنافسات، سواء في البطولة لحدودنا وافرة أو في الكؤوس اللي ذكرتي. وإحنا عندنا مقابلة ضد الإسماعيلي اللي نتمنى إن شاء الله تجري في الأيام المقبلة. مباراة الزمالك بتراها صعبة؟ الإسماعيلي لعبته وخسرين مباراة 1-0 في طبعاً الحال. نعم شوف أستاذ شوبير، أنت بتعرف الكرة أحسن مني، جميع المقابلات هما مستهلين، جميع المقابلات صح؟ ليس هناك في هذا المستوى ديال النصف النهائي ليس هناك فريق قوي وفريق ضعيف. كل الفرق متساوية، ولكن المقابلة مع الزمالك لها رمزيتها، لأن هذا تعتبر جوج ركائز ديال الكرة القدم المغربية صحيح. والمصرية، جوج فرق عريقة، جوج فرق عندهم قاعدة جماهيرية، جوج فرق يحترموا بعضهم. وهذا شرف للرجاء وشرف للمصر للزمالك باش يتلقوا في نصف نهائي، ونتمنى ان شاء الله باش نشرفوا اولا الكره المصريه والمغربيه والكره العربيه والكره الافريقيه، لان جوج رموز سوف يتنافسون على النهائي لكاس افريقيا للفرق البطله. سيد سعيد وهبه المتحدث الرسمي باسم فريق الرجاء المغربي، اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب من كازابلانكا، كل الشكر والتحيه لحضرتك والاخوه الاشقاء الاعزاء في المغرب الشقيق. نذهب الى اندريا بالومبريندا، وده اندريا بالومبريندا صحفي يوناني مختص بالشؤون الكرويه الاوروبيه، يمكن يكون عنده درايه شويه اللي ممكن يحصل في حالة إلغاء الدوريات في العديد من الدول العربية الأوروبية، خصوصا مع توقف النشاط تماما في اليونان. سيد أندريا مساء الخير عليك. evening how are you fine thank you good evening to all your viewers مساء الخير على كل مشاهديك. أهلا بحضرتك، يعني بالتأكيد بتعانوا في اليونان من نفس المعاناة اللي بيعاني منها العالم أجمع من توقف النشاط الكروي، برأيك وأنت خبير بالكرة اليونانية والكرة الإيطالية والكرة الأوروبية، إيه اللي ممكن يحصل لإنقاذ الموقف في الدوريات المختلفة في العالم وأيضا البطولات الأوروبية؟ الموقف صعب جدا كما تعرف، أنا أعيش في اليونان ولكنني نصف إيطالي، أنا منتظر لكي أرى ما سيحدث في إيطاليا، وأنت تعرف أن التوقيتات الخاصة بلعب الدوريات الرئيسية في أوروبا كلها مؤجلة، والموقف مع الاتحاد الأوروبي والباقي الاتحادات الأهلية يحاولون أن يصلوا إلى حلول لكي يتم لعب البطولات المختلفة مرة أخرى سواء في اليونان أو في إيطاليا، ولكن أعتقد أن هذا سيمتد ليس على هذه الدول فقط ولكن لدول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، ويحاولوا الوصول إلى حل في هذا الموقف ويصلوا إلى توقيتات وتواريخ لاستئناف هذه البطولات. لا نعرف كيف ما الذي سيسفر عنه هذا الموقف في أوروبا. في إيطاليا نحن نعد حالات الوفاة يوما بعد يوم التي وصلت إلى حوالي 800، وفي اليونان العدد أقل بكثير وهو 4 وفيات فقط في يومين، وهما وفيتان فقط في 400 حالة مشتبه فيها، ولكن هناك 6000 في إيطاليا مصابون بفيروس كورونا. لنقول أن المشكلة الرئيسية هو كيفية ما الذي سيسفر عن هذا الموقف، وسنعرف ما الذي سيحدث في المسابقات المختلفة لكرة القدم في أوروبا. هذه مشكلة. هل تتوقع أن تكون هناك قرارات بإنهاء المسابقات وإعلان البطل من خلال الدور الأول، ولا شايف انه من الممكن ان تستمر البطولات بعد التأجيل لفترة او التوقف لفترة؟
هم يحاولون دراسة ما سيسفر عنه الموقف، وأعتقد أننا سنرى في القريب العاجل أي من البطولات سيتم نهايتها أو ما هي البطولات التي سيتم استمرارها، لا نعرف حتى الآن. وأعتقد أن هذا قد يمتد إلى شهر يونيو وشهر يوليو، لأن البطولات سيتم لعبها في الأسبوع الثاني من شهر مايو، سيحتاجون شهرين لنهايتها. وأعتقد أن هذا وأنا أرى أن الاتحاد الأوروبي يفكر في تأجيل بطولة أمم أوروبا إلى شهر ديسمبر. إذا حدث ذلك بالفعل فإن في كل بطولة محلية في أوروبا سيتم إعلانها، إعلان البطل في شهر يوليو المقبل. ولكن الحل الأمثل، وهو أرى أن هذا هو الحل الأمثل لهذه المشكلة. بشكرك شكرا جزيلا سيد أندريا بلبرينا الصحفي اليوناني الإيطالي على كل هذه التفاصيل. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل جمال الغندور وحكاية التحكيم والفار. النادي طبعا دي بتبقى بقرة يعني مزدحمة جدا، تجمع كبير جدا، فاحنا خدنا قرار امبارح بصراحة مع مجلس إدارة النادي ومع الجهاز التنفيذي والأستاذ جاسم منير، وعمل بصراحة غرفة عمليات سريعة جدا امبارح، اجتمع بكل إدارات النادي. حتى عند انت عارف عندنا مشكلة، احنا عندنا فرع في فرعين، فرع في شاطبي وفرع في سموحة، فالموضوع ده يعني جمع مع مديرين الأندية كل الناديين واتفقوا ان هم يعني ان احنا هناخد يعني احترازات واضحة، غلق جميع الحاجات اللي هي مقفولة، غلق المبنى الاجتماعي للنادي، غلق الصالة المغطاة، الألعاب الفردية، الألعاب الخارجية كمان، موضوع حمام السباحة، المسجد برا الناس تصلي فيه، رش كل النادي بالكامل وتعقيمه، حتى الموظفين في النادي في دخولهم وطلوعهم لازم برضا خلنا بعض الاحترازات، يعني الاجراءات الاحترازيه اللي هي محتاجه ان احنا ناخدها يعني سريعه. ساعات انت بيعدي عليك موسم كابتن صلاح بتبقى انت فرحان ان الدوري بيتلغي، وساعات دلوقتي انت بتعدي عليك موسم زي النهار زي السنه دي، ونتمنى ان الموسم يكمل ويكمل على خير. وانا شايف يعني حتى كان في لقاء سريع بيني وبين الكابتن طلعت يوسف امبارح طبعا تليفونيا، وحتى كان هو في التدريب امبارح، وطلبت من المدير الاداري ان هو يديله تليفون اول ما سمعت ان الموضوع فيه توقف. اكيد ان احنا عندنا ماتش بعد بكره مع الجونه في الجونه، ففي اجراءات تمت، في حجز طيران، في سفر، في فنادق، في القاهره كمان عندك معسكر في القاهره انت كده معسكر في القاهره، بعد كده تطلع على السويس عشان عندك ماتش المصري، فكان في لازم ناخد فيه يعني اكشن بسرعه او قرار سريع. القرار اتاخد ان هو فعلا توقف النشاط كره القدم بالنسبه للفريق الاول طبعا، وبالنسبه طبعا لقطاع الناشئين بالكامل، والاتفاق ان هو خلال 72 ساعه نشوف الوضع يتم فيه ازاي. فاخدنا قرار بوقف التدريبات لمده 72 ساعه، هنا اشعار اخر ونشوف الوضع يتم ازاي. اللي انا متاكد منه ان من الصعب ان انت تمنع تدريبات لمده 15 يوم، انا مش متخيلها يعني بالظبط كده. ف 15 يوم ان انت تتمرن بعد كده تبتدي، لا، ولكن اكيد لو القرار هيبقى 15 يوم بس، واتمنى يكون 15 يوم بس، اكيد خلال 48 ساعة الجايين و 72 ساعة الجايين هيكون في اجتماعات مع رؤساء الأندية، مع وزير الشباب والرياضة، مع الاتحادات، ونوصل فيها الحل يرضي الجميع إن شاء الله. كابتن جمال غندور منورنا. مساء الفل. مساء الجمال، أخبار حضرتك إيه؟ انا كويس الحمد لله. وحشتك الخناقه يا صاح. انا مش عارف اتخانق معاك بس عندي حاجات كثيره جدا ممكن اتخانق معاك يعني. طب ما تيجي قبل الخناقه. طيب ما انا احب ابدا بخناقه عشان نتصالح في خليها في الاخر. ليه يعني ينفع تبقى راجل مراقب مباراه السوبر؟ قالوا زمان. طب انت يعني انت افتكر لي وتروح السعوديه في البطوله العربيه. طب افتكر لي لما افتكر لك بقى، ما لما كنت هتطرد وانا ما رضيتش اطردك، قلت لك اعمل نفسك متعور. لا دي قصة عشان الناس ما تفهمش غلط. دي قصة تانية. لا بجد زعلتني قوي. ايه انك تبقى في السعودية وانت مراقب المباراة.
لا انا ما كنتش مراقب المباراه يا كابتن. لا ده محمد فضل قال لي على الهوا كابتن جمال غندور مراقب المباراه. طيب انا برضو كنت مراقب المباراه وبعدين اعتذرت قبلها بمده كافيه وعينت تامر دوري مكاني وتامر جات له التذاكر وجاله الفيزا وكل حاجه بس حصلت له ظروف يوم المباراه فعلا زوجته عملت حادثه بالعربيه ما قدرش يسافر ده هو كان رايح. حاجه تانية بس عشان الموضوع ما ياخدش اكبر من حجمه مقيم الحكام مكانه في المدرج بيقيم اداء الحكم بس بيبعت تقرير فني للجنه الحكام بس ملوش علاقه بالاحداث. الماتش ده كان مهم ملوش علاقه بالاحداث خالص في الماتش ده مهم مع الحكم. يعني انت لو جمال غندور صاحب علي بوكسيم لو كلمت علي حبيبنا يا عم علي يا جميل خليك مراقب للحكام في واحد كان من الامارات برضو من الناس الاسماء الكبيره اسمه لا لا كان في واحد في الامارات والله لا 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 اتكلمنا وعيننا واحد من الامارات ومحاضر في محاضر دولي ومحاضر فيه وبعدين كمان خلي بالك كابتن شبير تاني اسمه ريفري انسبكتور مقيم للحكام على فكره ملوش تقرير ملوش تقرير غير في الحكم بس ملوش تقرير حتى ماشي. عندنا احنا هنا في مصر يعني طب. يعني هقول لك برضو معلش انا اقفل النقطه دي ماشي. يعني هو بيقول الحكم ده كويس ولا وحش ولا وحش المساعد كويس ولا وحش لمين للجنه الحكام طيب. بس انما لعيب ضرب لعيب لعيب شتم لعيب لعيب مش شغلته لعيب. مش شغلته خالص طيب عملت خناقه بينك وبين الاتحاد فعلا انه الاتحاد رافض وقعد وما الخناقه دي اتعملت بس في المواقع على السوشيال ميديا ما حصلش خلاف بينك وبين خالص والله خالص وانت عندك الناس كلها موجوده طب علاقتك بيهم ايه بتوع الاتحاد زي الفل علاقه كويسه جدا كويسة كل واحد فينا شايف شغله وكل واحد بيعمل شغله وفعلا في 60 حكم قدموا ضدك شكوى يا ريت اللي عنده الحاجات دي يجيبها كده مفيش حاجه من دي كلام انا بقول لك حاجات غريبه انت عندك سوشيال ميديا دلوقتي بتخترع حاجات صراحه يعني تضحك تضحك مليون في الميه في اكتر من 60 حكم زعلانين مني مليون في الميه لان انت عندك 2000 حكم فمليون في المية وانت عارف كده كويس انت عارف معاش التحكيم كويس انت بتلاعب مثلا من الالفين دول مثلا 400 فهتلاقي في 1600 منهم ناس مستنية الفرصة منهم ناس صغيرة منهم ناس بتحترمك وناس بتحبك لكن هتلاقي 1001 مش راضي عنك طيب بس خلينا نروح للفار اتفضل انت كنت من المتحمسين لتطبيق الفار بداية الدور الثاني مش كنت متحمسين طالما انا موجود في منظومة والناس عندهم حقيقة رغبة شديدة وحماس كبير جدا لتطبيقه فلازم اكون زيهم انا موجود حلو جميل وبالتالي انا كنت من المتحمسين جدا بعد ما قررت اللجنه الخماسيه تطبيقه بدايه الدور حلو قوي اتطبق الفار رايك ايه رايي ان احنا كل الحالات اشرف فقط وحاله ما بتحصلش كتير يعني زي ما احنا شايفين قدامنا كده اللي هي ايه اخطاء تحديد هويه واحد المفروض ياخد كارت احمر اديته لواحد تاني فالفار يصحح لي تمام طيب عندي 12 مبدا 12 مبدا ال 12 دول كلهم لي نقول على بعض اول حاجه لن يتم استخدام الفار الا لتصحيح الاخطاء الواضحه اللي هي اللي احنا قلناهم الاربعه تمام نمره 2 اللي فيهم التسلل لا مش التسلل التسلل في صحه الهدف في صحه الهدف تمام 2 القرار النهائي دايما للحكم اللي هياخده في جميع الاحوال الحكم اللي هياخد القرار النهائي 3 دخل في القانون دخل في القانون ان الحكام دول حكام الفار اللي هو في اي ار دول حكام يعني زيهم زي الحكام اللي في الملعب فبقى ايه استخدامه قانوني مش استخدامه ايه اوبشن لا بقى قانوني يعني ما اقصدش اوبشن يعني انت ممكن ما تستخدموش لكن هو يمكن استخدامه بقى قانوني تمام دي بقى الاربعه نقطه مهمه جدا في جميع الاحوال لازم الحكم ياخد قرار لازم يعني مش لازم ياخد قرار مش لازم يصفر على فكره استمرار اللعب ده قرار مزبوط. يعني شاف عرقله وقال ان مفيش هو قراره استمرار اللعب حلو قوي. تمام القرار الاصلي مش هيتغير هي دي نقطه بقى ايه الناس عايزه اعرفها عايزه افهمها للناس ايه هي طول ما الحكم ماشي وقراراته صحيحه الفار بيراجع بس مش هيتدخل كويس ليه لان القرار الاصلي اللي في الملعب صحيح فمش هيتدخل مش كل حاله هيتدخل فيها ماشي. الحكم قول لنا فلوسها كام وانا كنت في الاتحاد في موقع المسؤوليه اصل قلت له يا كابتن حسام عشان خاطر عملوا لنا التيست فين فوق السطوح بتاع الاتحاد طب اعمل بس اتفضل يا فندم كابتن حسام ما استخدمش السماعات بالجهاز ده استخدم سماعات بالتليفون ماشي ما انا عارف العطله كان في التليفون مش في السماعه هو ده زي التليفون لا يا كابتن مش زي التليفون لا 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 موضوع تاني ده جهاز ارسال السماعه دي بتاعت ايه ارسال جهاز ارسال دي بتاعت الاتحاد الافريقي يا كابتن اللي بتلعب بيها الماتشات احنا مش جايبين سماعات دي بتاعت الاتحاد الافريقي اللي هي مسلمها لنا اللي احنا بنلعب بيها الماتشات اصلا من غير فار يا كابتن اجيب لك اي حكم اي حد تسمي اي حد من المجموعه بينقل معلومه غلط عشان تعمل شوشره ما بينقلش مجموعه غلط ما بينقلش معلومه غلط كابتن انا بقول لك انت عطلت هو بيقول معلومه وبتاعت سعيد حمزه اتعطلت يا كابتن يا كابتن شوبير سعيد حمزه عمل عنده مشكله في الاتصال نفس القصه لا في ظرف تعطل السماعه دي حاجه مش وحشه دي حاجه كويسه ان احنا مش كويس انا يهمني في لا هقول لك بس هقول لك بس ان انا ابدا بسماعه كويسه يا كابتن جمال ما تسيبش المضمون ده المضمون لا المضمون ان ما عنديش حاله
في الست مباريات كانت محتاجه للفار وما تدخلش. ماشي اوكي ده بخبره حكم. المضمون اللي ما عنديش حاله في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الست حالات كانت غير صحيحه. يا سيدي انا مش هقارنك باوروبا، هقارنك بافريقيا. ايوه ماتشات افريقيا بوندو وموندو والناس اللي بيبوظوا لنا الماتشات دول عمره ما ينادي على الحكم يا كابتن لانه سماعه شغاله معاه يا كابتن شوبير. تاني طبقا للبروتوكول لو اتعطلت اي حاجه مفيش فار. ما انا مش عايز والماتش يكمل، مش عايز الاساسي بقى. لا ده يحصل في اي حته. طيب خلينا نرجع، يحصل في اي حته. خلينا نرجع للفار. تمام رضا جمال الغندور على الفار قد ايه واللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ انا عندي حاجه واحده بس. نعم ايه هي؟ ان انا ناقصني ان انا يبقى عندي سرعه شويه. ايوه من مين؟ عشان تبقى عارف مين. أيوة. مين انا مش ببعد والله. من مين؟ من الاوبريتور. من اللي الأوبريتور. هو اللي هو بدا معانا. اللي هو بدا معانا من الشركه. الاوبريتور ده مش هو الحكم لا عشان لا بس لا الناس تبقى عارفه. لا الاوبريتور ده الراجل الاديتور اللي موجود عندنا جوه اللي بيشتغل على محتاجين ليه؟ لان احنا معانا خط التسلل ده معقد. احنا عندنا 3D اللي هو حضرتك من شويه كنت جايب الصوره اللي بتطلعك خطين احمر وازرق ما فيهاش فصل او ما فيهاش فصال، ولا يقول ده بقى خط الشناوي ولا خط الغندور ولا لا، ده اخضر ازرق يبقى المدافع، احمر يبقى المهاجم. اللي اتلغى بيه الجون بتاع الجونه بالظبط الاسماعيلي على مقاس 43 بدل 42. ما هي دي على فكره. مش احنا بس على فكره طبعا طبعا في اوروبا كده. انا مش طالما وعلى فكره اقول لك على معلومه جديده بقى. قول شهر اللي فات كان في اجتماع في الايفاب قالوا يا جماعه ما ينفعش كره القدم هيعرضوا الخط بتاع لا مش يعرضوه بقى بس ده ممكن يكونوا بيفكروا في حاجه تانية. وانا بتوقعها ان احنا نعتمد على الثوابت اللي على الارض بس ما نعتمدش على اللي فوق. لا مش فاهم يعني ازاي ايدي كده مثلا ودماغي كده يبقى احسب الاوفسايد على رجلي قصدي كده ودماغي كده والرجل التاني كده يبقى احسب على الرجلين بس مش احسب على انا قلت احسن اقتراح في الدنيا في جميع الاحوال هم هيلغوا التسلل على الفار. انا سايبك عشان انت عايز تشرح قصه الفار من اولها لاخرها. تمام احنا وصلنا انه ايه انه مش هيتم تغيير القرار الا كان ايه ظهر بوضوح عكس اللي اتاخد في الملعب. نعم تمام. طيب مين اللي يروح يراجع؟ الحكم هو اللي ياخد القرار. تمام مفيش حد يروح يقول له روح راجع. محدش يطلب منه يروح يراجع. نصيحه ممكن تجي له من حكم الفار. نعم. لكن هو صاحب القرار يعني. نعم. ممكن في حالات مثلا التسلل ثلاث تسلل دي امور مكانيه راجع في موقف تسلل وجاب جول زي اللعبه اللي احنا جبناها من شويه. نعم. لما هيقول له جوه ده في موقف تسلل مش هيروح يشوف لانه خلاص هيفتش على زميله خلاص. نعم. ده دي امور مكانيه. طيب نمره 7 ودي اللي يهمني بقى اقولها لك. الضغط الزمني. ايوه لا يوجد ضغط زمني لمراجعه القرار بسرعه حيث ان عنصر الدقه اكثر اهميه من السرعه. 8 دقايق يعني. كابتن شوبير هتقول لي برضو ما تقارنيش بيهم بعد اول ما بدا الفار وبدا في اوروبا في حاله قعدت 5 دقايق و20 ثانيه. شوف وانت لازم تجيب احنا الحاله السلبيه ما تجيبش يا كابتن احنا لسه في اول 6 حالات 6 مباريات. انا على قد ما انا زعلان من البنالتي بتاعت الاهلي انه الاخذ لكنه لما خدت 27 ثانيه. ايوه ما انا بقول انا اشتب ده بالظبط اشتب ده في الاستوديو التحليلي. هقول لك ليه في فروق برضه في فروق في الامكانيات. نعم فروق في الامكانيات فروق في الصدفه مش الصدفه يعني الصدفه البحته لا يعني ممكن واحد قاعد فاهم من اول لقطه يجيب القرار ممكن واحد حريص زياده شويه فيشوف لقطه تانية ويشوف لقطه ثالثه عشان في النهايه ايه يوصل للقرار برضو دي شخصيه حكم. تمام اوكي يعني شخصيه محمد عادل فرقت في اللعبه دي طبعا هو وحكم الفار خالد. وانتوا ليه بتقولوا خالد جمال مش اسمه خالد جمال غندور؟ لا بص يا كابتن هو اسمه خالد جمال غندور وده شرف كبير ليه طبعا. بس بص في القائمه اللي عندك هنا مالها دي الاسماء المعتمده من الـ معتمد خالد جمال خالد جمال خالد غندور يا عم خالد جمال ولا خالد جمال غندور هتفرق في ايه؟ بص هنا احمد غندور ماشي في خالد جمال. بص لا مش كده اصل الاسماء دي يا كابتن لازم دي خلي بالك بص لي لازم التعيينات بتاعتنا دلوقتي تبقى موجوده هناك. طب هنسال عن خالد جمال وهنسال احمد غندور في حاجه تانية بالنسبه للفار عايز توضحها قبل ما نروح لفاصل؟ ما انا هكمل يعني كمل بقى بالمره عشان نخلص من دول. يجب الا يحيط اللاعبون ومسؤول الفريق عرفناها. تمام يجب ان يظل الحكم مرئي خلال عمليه المراجعه. تمام عشان ده وضع الاستاند. تمام. عشان الناس تشوفه عشان يبقى فيه مصداقيه. نعم في حال استمرار اللعبه بقى حدث تتم مراجعته دي مهمه بقى لا يتم الغاء اي اجراء انضباطي يعني واحد قل ادبه واحد اتعترض واحد مش عارف ايه والقرار اتغير يفضل زي ما هو. ماشي هناك فتره قصوى قبل وبعد الحدث لا يمكن مراجعه دي مهمه جدا دي محتاجه شرح. قول لي يلا. انا في حاجه اسمها الهجمه. الهجمه دي حصلت بدأت بفاول وكملت وجات جول حلو يرجع للفاول لكن تاني. بدأت بفاول وبعدين الفرقة قطعت الكرة وحاولت ترجع بيها رحت انت واخدها تاني انتهت الهجمة الأولانية بقت لعبة جديدة هنا يبقى الفاول هنا مش هرجع له خلاص
ماشي كويس. دي بقى دي اللي محتاجه الناس. برافو عليك. محتاجه فهم. كويس تمام. اخر حاجه ان البروتوكول ده بيتوافق مع مبادئ وفلسفه قوانين اللعبه. يعني الناس بيقولوا الناس ايه ده طبقا للقانون، يعني مش من حق فيكوا حد يعترض عليه. ما حدش يقول انا مش هلعب بيه او ده المراجعه هشوف اللي هي الاشاره اللي بتتعمل دي زي ما احنا شايفينها. الراجل بيعملها عشان يروح يراجع. اخر حاجه منطقه المراجعه اللي هيروح عند منطقه المراجعه انذار. اللي هيروح عند منطقه الفار نفسها اللي هي عندنا العربيه كارت احمر. كارت احمر اللعيبه والاجهزه الفنيه انت شرحته لكل الانديه، شرحته لكل ما عدا الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك بعت لهم اتحاد الكوره قالوا ان احنا حصلنا على المحاضره دي واحنا لعبنا فعلا بالفار فمش محتاجينها. ماشي خلصنا الفار ولا لسه؟ لا زي ما انت عايز. طيب اروح لفصل وارجع لك تاني. ماشي ماشي روح لفصل ونكمل الخناقه. عايز اتخانق معاه انا عايز اتخانق مع جمال غندور بعد الفصل. بص بقى انا هاخد حاله فار معلش بتاعه بيراميدز وامبي وبعدين اتخانق معاك ينفع. هو اللي فات ده كان ايه؟ لا ده كنا لسه بنهزر. يعني ده خلينا ناخد يعني. ناخد طيب. الحاله بس دي بتاعه بيراميدز وامبي لانها طيب. مهمه وغيرت نتيجه مباراه وفي الدقيقه الاخيره من اللقاء والحكم جديد. هقول لك على حاجه الناس ما شافتهاش. ما شافتهاش لا حاجه الناس ما شافتهاش. لا حاجه الناس ما شافتهاش في المباراه. انا كنت موجود في الملعب. نعم. اما كابتن حلمي طولان والجهاز الفني يخرج يسلم على الحكام ويسلم علينا وراضي تماما رغم انه خسر بالبنالتي تمام لان جايه من هو ده هو كابتن حلمي من غير طبعا واللعبه دي لان دول غيروا نتائج ماتشين. الماتشات الثانيه كان في حالات بس للفرقتين وطلعت المباراه تعادل. اللعبه الاخيره بتاعت سموحه والاهلي هجيبها لك بتاعت محمد هاني اللي محمد عادل اطلق الصافره فيها. هو محمد عادل عشان متاكد تماما انها ما جاتش في, في 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 ايد اللاعب فبالتالي هو عارف ان ما فيش حاله فار. نعم. فبالتالي هو مقرر انه ينهي المباراه فانهى المباراه. لكن نصيحتي لي ولبقيه الحكام ودي على فكره في البروتوكول قبل ما تنهي المباراه كلم الفار قول له هو هيكلمه فين هيفضلوا يصرخوا تاني يا ابراهيم مش لا الفار قال له تعالى ما هو الفار اللي ناديله ولا هو يعني ما هو الفار قال له في اللعبه دي ما الفار ما نادلوش وهو شايف هيناديله ليه مش هيناديله اصلا يبقى يروح للفار ليه مش يروح له مش يروح له كابتن امال ايه انا بقول ايه لما يكون في خلاص ما احنا في بدايه التطبيق اما يكون في حاله اصطدام كوره داخل منطقه الجزاء برغم ان محمد عادل موقعه كان رائع وانه شايف ان مفيش وهي مش حاله فار على فكره هي مش حاله فار خالص تمام لكن صفرت النهايه بعديه عارف هو لو استنى كمان طب اقول لك معلومه اتفضل وانت ما مش هتقولها اتفضل مكمين الحكم الفيديو ساعتها خالد جمال الغندور حلو قوي اسال بقى خالد جمال انا لما ولا هندهله قول لا اسمع بس قول له انت ناديت على مين ما هو كابتن شوبير ما ده اللي قلت لك ده ابداع هو ما ناداش على محمد عادل كابتن ده هو نادى على المخرجه كابتن قال انا عادها لي من زاويه ثانيه ده ابداع كانت المخرجه الاستاذه ايناس اسماء كابتن ده ابداع ادي معلومه اهي ده ابداع حكام هل خالد كلمني اكمل لك بس ده ابداع حكام مش خالد كلهم ليش ماشي ان حاله زي دي ما فاتتش حلو قوي بسبب انه كان في عطل في الاتصال عايز اقول لك ما فاتتش كويس بس انا عايز اقول لك ساعتها برضو المشكله انه الكونتاكت وحش ما بينه وما بين الحكم يا كابتن بيحصل والله وارد بكره هتشوف عايز اسالك سؤال بقى. مش الاجهزه الجديده هتيجي ماشي مش الاجهزه الجديده هتيجي سؤال. طب اكمل بس النقطه دي قول. مش الاجهزه الجديده هتيجي اجهزه الاتصالات الجديده هتيجي وهنشتغل بيها هيحصل برضه ماشي طب لا مش هيحصل برضه هقول لك حاجه بس ما بيحصلش اللي في اوروبا ولا في افريقيا بيحصل والله في كل حته طب سالت خالد جمال على اللي انا قلت لك ده لا ما قالكش المعلومه دي لا لما تروح بساله هو صحيح اتجوز وقعد في بيته بس لما تروح بساله لا 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 خالص هيقول لك ان المعلومه دي حصلت عايز اسالك سؤال بقى اتفضل نفترض دي كانت بنالتي هي مش بنالتي خالص احنا متفقين يعني محمد عادل شايفها كويس والفار ما نادلوش والدنيا تمام 100% نفترض دي كان بنالتي تمام والقانون بيقول انه الحاله الوحيده اللي تمد فيها الوقت ضربه الجزاء تمام مظبوط كده لا ده انا هقول لك على حاجه انا عارف انت تقصد ايه أيوه. هو صفر لا طالما ما خرجش من الملعب لسه يستطيع ان هو يراجع طالما ما خرجش لانه الاول كان ايه قال لك لا يمكن الحكم ان يعود في قرار ما لم يطلق صفاره نهايه الشوط او وبعدين لما دخل الفار قال لك ايه ما لم يغادر ارض الملعب ما لم يغادر ارض الملعب معناها ايه يعني في استثناء اهو هو ما غادرش ارض الملعب وفي حاله تشيك على الفار اعتقد ان هو من حقه انه يرجع ويشيك على الفار طيب اخدك في سكه ثانيه اتفضل بس هتجاوب بصراحه ولا هتشتغل جمال الدبلوماسي اللي انت دايما بتيجي على الهوا اكلمك صراحه لو, لو 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 الامور واضحه وسليمة وما فيهاش كلام مش عارف اهرب منها انما لو الامور مبنية على معلومات لا يعني لا اتفضل دايما كان بيبقى كده في يعني ايه شد وجذب خفيف كده بينك وبين الكابتن محمد حسام
الله يرحمه حسين علي. وانا حكم. وانت حكم حلو قوي. ده بقى ما بيتكررش دلوقتي ما بين جمال غندور وبعض الحكام؟ طيب انا ما فيش بيني وبين جهاد جريشه اي حاجه خالص والله العظيم ما جهاد بس والله ده لسه جهاد ده لسه لسه بص يا كابتن جهاد ده فصل الواحد بص يا كابتن شوقي انت طول عمرك حقاني وبتحاول تبقى حقاني تمام ما فيش حد بيبقى حقاني 100% وفي امور انت ما فيش حاجه اسمها معلش لا انا ما بحبش كلمه معلش واحد زائد واحد الشغل ما فيش معلش واحد زائد واحد نعم ماشي انا قلت لك في البدايه 100% انا في حكام من غير ما اقصد ظلمتهم ماشي كويس ليه لاني انا جيت على بدايه موسم ولما اجي ابدا على بدايه موسم فاعمل ايه اللي كان موجود مين يا عم هم نشتغل بيهم ونشتغل احنا بقى مع شويه كمان كده نحاول ايه اللي كان مصدي نرجعه انا طول عمري بحب ارجع محمد سيد بكر ده كان بقاله 4 سنين ما بيحكمش مش كده شفتوا الماتش اللي عمله كان رائع وانت جبته ازاي تاني ما هو بيحكم في الممتاز بيه قال لك على حاجه ماتشات الممتاز بيه الصعبه يبعتوه وما يدروش دوري ممتاز انت اديته على اساس ايه دوري ممتاز لان هو عمل ماتشات ممتاز بيه وانا شفت بعيني ماتشات صعبه جدا وكان هو بطل المباراه طيب السؤال بقى المهم طب السؤال المهم هو انت ليه نزلت جهاد من رقم 1 لرقم 3 في القائمه بصرف النظر على تبعاتها الحمد لله ان انت سالتني ما لازم اسالك كابتن انا من يومين ثلاثه كان الكابتن وجيه في التلفزيون وجيه احمد والكابتن وجيه قال على الهوا قدام الدنيا كلها ان اللجنه القديمه بوجود الكابتن عصام عفتاح واحنا بالكامل مع اللجنه الجديده كانوا مجتمعين وهم بحثوا الترتيب الفني اللي طلع ده مش انا اللجنه القديمه واللجنه الجديده وده اللي حصل فعلا وقالوا على الهوا والكابتن وجيه ده كان نائب كابتن نبي لو عصام عفتاح رئيس اللجنه ما هيقول ده نائب رئيس لجنه لا انت عارف وجيه على قد ما احنا بنختلف معاه في حاجات لكن دي ما تطلعش منه يا كابتن شوبير الا اذا كان بالسهل يعني مش هتطلع هتصدقني لو قلت لك ان عصام عفتاح قال لي غير كده هو كل واحد حر عن مسؤول عن اللي قاله بس يا ريت عصام يطلع على الهواء يقول الكلام ده ممكن اجيبه لك دلوقتي يا ريت تقول لك كابتن عصام عفتاح يا ريت يا ريت لانه قال لك انا رشحت قائمه دوليه يا ريت يا ريت لكنه ما يعني الاختيار بتاع الكابتن جمال قال لك انا رشحت قائمه لكنه لا رتبت اول ولا ثاني ولا ثالث ولا ليا في الموضوع ده ما رتبش اول ولا ثاني ولا ثالث طب ما تجيب كابتن وجيه والكابتن عصام اجيب عصام لا طب ما تجيب الكابتن وجيه كمان ما هو كابتن وجيه نائب رئيس اللجنه طيب لو تعرفوا تجيبوا لنا الاثنين نعملها حفله تحكيم النهارده مفيش مشكله اصل كابتن شوبير انا سؤال واحد ما هو الغرض والمصلحه ان انا اغير ترتيب حد مكان حد ومصلحتي يعني انت اللي اتحط لك من اللجنه السابقه مش اللي اتحط لي ايوه اللي ايوه تاني مش أيوة. اللي اتحط لي اللي اتفقنا عليه بعد مداولات كان ممكن في المداولات دي جهاد يروح في حته تانية خالص بعيد عن المركز الثالث كمان يعني يبقى السابع مثلا كان ممكن يبقى السابع ده كان راي عصام عفتاح كابتن شوبير طيب ماشي انا قلت ماشي. مداولات حلوة. انا ما انا بص انا قلت لا مداولات مع الناس كلها مش مع عصام لوحده طيب يبقى عزب حجاج ووجيه احمد دي كانت اللجنه لا احنا كنا ساعتها اللجنه القديمه واللجنه الجديده بالكامل هي لجنتك مين بالمناسبه ما فيش حد جديد غير محمد فاروق وياسر عبد الرؤوف وتامر بري والباقي كلهم كانوا موجودين شغالين زي ما هم هم يعني في مثلا ناصر عباس في لا مش موجود في كابتن وجيه في كابتن عزب في مجدي رزق في سيد مراد في حمد القاضي كل دول في مهند دبا مش كده مهند موجود قبل كده فريد سلطان موجود قبل كده انا بقول لك على ايه كل الناس بكل الوظائف وبكل الـ وبكل الـ طيب بكل المهام انت حضرتك وجاوبني برضه بصراحه عايز احمد الغندور يبقى الحكم رقم واحد في مصر مين يعني انا يعني ليه بمناسبه ايه مش الاسئله اللي بمجهوده بمنافسته مع زمايله بمنافسته مع زمايله هو انا اسال سؤال يا كابتن شوبير هي بين قوسين الغندور دي تعيق احمد في حاجه لا بس يعني هو حكم كويس ما عنديش مشكله شو هو حكم طبعا طيب السؤال حكم كويس كمان السؤال 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 ايه هو اللي مخلي حضرتك تسالني السؤال ده انا بعمل ايه لاحمد عشان افضله على الناس محكم اكتر عدد من المباريات طب ارجع للماتشات احمد مش محكم اكتر عدد صلي على حبيبي ايوه ارجع للماتش دي بقى عليها عشاء ليه عشاء ليه ما لا عشاء عليها عشاء الماتشات اتفضل شوف الماتشات احنا عندنا شادي بعتها لي الله يستر شادي الشريف اتفضل وعندنا الارقام هنا اتفضل هاتوا لنا يا جماعه هاتوا لنا دي هنا دول حكام الفار دول هاتوا لنا عدد الماتشات اللي لعبها كل الحكام يا ريت منهم احمد الغندور انا هم يجيبوها انا مش هجيبها هاتوها يا شباب
هتلاقي يعني اكتر واحد قال لا ما ترجعش في كلامك بقى. لا مش هرجع والله. لا مش هرجع. احنا دلوقتي في خناقه. انا ما بعرفش ارجع في الكلام. فما ترجعش في الكلام. انا ما بعرفش ارجع في الكلام. شوف الـ شوف الـ مش معايا. ايوه لا شوف الـ شوف خليهم يجيبوا. لا انت عندك احسن يعني. انت عندك احسن جهاز اعداد في مصر. يجيبوها فورا. 40 حكم لحد دلوقتي. الموسم الماضي كان 37 حكم مصري. تمام. 20 حكم اجنبي. تمام. 2017 لا استنى كمل دي. السنه اللي فاتت كان ايه؟ 37 حكم مصري و20 حكم 27 حكم أجنبي. السنة دي 40 حكم مصر حتى الآن. ولا ومفيش ولا حكم أجنبي. ما قلتهاش. لا مفيش. لا أنا قلت لك 40 حكم مصر حتى الآن. ومفيش حكم أجنبي. 2017 2018 40 حكم حكموا الدوري كله حكم أجنبي واحد كان أهلي وزمالك. تمام. حكام حكموا الموسم اللي فات وما حكموش السنة دي أحمد عبد الله حسام الجلاد وريد عبد العزيز. حسام الجلاد اعتزل. انا بقول لك ماشي. حكام حكموا لاول مره في حياتهم خالد الغندور سيد شعبان دوري ممتاز يعني حماده الكلاوي محمود ناصف وقلت لك على محمد سيد بكر هتقولنا بس ايه لا محمد سيد بكر حكم قبل كده اعتقد بس بقاله اربع سنين ده من يعني ممكن يكون خد ماتش قبل كده ارجع طيب خلينا نروح لخالد جمال الغندور عندك حساسيه لا انت خلص بقى انت خلاص هرجع له بس اجيب الرقم عشان تبقى معلومتي لو انا غلطان اقول لك انا غلطان انا طبيعتي كده اتفضل انت عايز خالد يبقى حكم دوري السنه الجايه مين قال كده يا عم انا برضو يا كابتن شوبير برضو بمجهوده بامكانياته خالد ما ينفعش يبقى حكم دوري السنه الجايه ليه لانه لازم يقضي سنتين تحكيم في الدوري الممتاز وانا بقول لك من دلوقتي ما ينفعش يبقى حكم دوري السنه الجايه محمود عاشور وابراهيم نور الدين ومحمد الحنفي 8 واحمد الغندور 7 يعني مش اكتر واحد هو يعني اقل منهم بماتش يا كابتن يا في اكتر منه مش هتلاقي كان مسافر في الدوره العربيه مسافر لا حول ولا قوه عشان ما كانش موجود لا حول ولا قوه ما ينفعش انت ما تنفعش تعترف ابدا لو ما كان في السعوديه معلش 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 كنت سامع لكن ماشي خلاص يا كابتن خلاص مش هو اللي حكم اكتر واحد يا كابتن ما تنقصوا ماتش انا قلت لا انا قلت الحقيقه لازم اقول الحقيقه محمد الحنفي يعني مش احمد الغندور وابراهيم نور الدين وتري من الثالث مش احمد الغندور بس هيجي على فكره هيجي وقت احمد الغندور برضو معدي وواحد قبليه واحد قبليه طبقا لمستواك هتغير بقى. الترتيب السنه الجايه هو انا قاعد السنه الجايه فرضا يعني الله اعلم احنا مش احنا هنخلص تقريبا قبل الدوره الاولمبيه ربنا ييسر بس هيبقى في لسه لا 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 مفيش قبل الدوره الاولمبيه اذا ربنا ييسر بس والنشاط رجع اعتبر الدنيا مكمله لان الدوره الاولمبيه غالبا يعني كمان قد ايه اربع سنين لا ممكن تخلص شهر 8 اخر 8 اوائل 9 ممكن أي يعني انت عايز تكمل في لجنه ولا زهقت هيبقى في لجنه جديده عايز تكمل ولا زهقت لا بص يا كابتن شوبير انا ما بزهقش ما بتزهقش وانا بعشق التحدي وعمري ما اشتغلت يا كابتن شوبير الا لما كان في ترزيع من حواليا من كل ناحيه وده كويس وانا سعيد بده انا بشتغل سعيد بده انا بشتغل واللي اللي بيرزع ده انا ما بردش عليه بسيبه الوقت بيثبت له ان هو غلطان والوقت بيثبت له انه اللي بيشتغل في الظروف دي ويعمل الانتاج ده عنده عنده وبالتالي لا تفكر في الاستقالة ما فكرتش خالص انك تمشي لا ولا حد من الاتحاد طلب منك انك تمشي او تقدم استقاله خالص انت ايه سبب القطيعه بينك وبين الكابتن عصام عبد الفتاح انا في قطيعه بينه وبين عصام عبد الفتاح في علاقه بينكم طبعا بتتكلموا عمر ما كان في قطيعه كابتن شوبير انا في وقت ما كنتش انا المسؤول عن التحكيم انا على طول مع عصام عبد الفتاح في كل حته ده صحيح في المعسكرات في المحاضرات بتستعين بيه بقى دلوقتي ولا بتستعينش بيه هو مش فاضي برضو دي مش حاسبها لنفسي هو عصام الراجل ما منعش وفي بدايه الموسم كان موجود معانا لكن بعد كده كان عنده ارتباطات كتير العكس طب انا عايز اسالك شويه اسئله كده يعني وتقول لي صح ولا غلط في شخصيه مصريه هي اللي تسببت في ابعاد جمال غندور عن منظومه التحكيم في الاتحاد الافريقي والدوري المنظومه تبقى محاضر وتبقى موجود فيها شخصيه مصريه صح لسه حتى هذه اللحظه لقاء كوريا الجنوبيه واسبانيا في كاس العالم 2002 عامل لك مشاكل مين قال كده انت جبت صوره دلوقتي وانا في اسبانيا انا رحت كلمتك انا مره قلت لك انا عايز تبعت كاميرا والناس موجودين تمام. فريق عمل كامل من قناه اسبانيه جم مصر قعدوا عندي 3 ايام وعملوا تصوير وحاجات جميله جدا يعني. طبعا وخدت حقك ولا ما خدتش انا هقول لك حقي ايه بقى وانا بقولها لك برضو عشان الكلام ده يهمني قوي اقوله مهم ومفيش مصدر غيري فارجوك تصدقني طبعا انا ضحيت ب 20,000 يورو المفروض كنت اخدهم من الشركه في سبيل ان هم يعملوا لي مواجهه مع رئيس لجنه الحكام في اسبانيا لما اروح هناك وما حصلتش قابلت الراجل ده شرطي ما انا ما خدتش فلوس منهم مع ان ده على فكره ده فيلم وثائقي مدته ساعه طيب اصبر بقى معايا الكابتن عصام عبد الفتاح طيب اتفضل مساء الفل يا كابتن عصام مساء
الخير يا كابتن سوبير، ازي حضرتك؟ الله يخليك. مرحب بيك طبعا وبالكابتن جمال غندور، وحشتي كتير والله. يا كابتن عصام انت فين؟ انت اللي وحشني والله. مين اللي وحشك، انا ولا هو؟ كلكم طبعا. طيب ماشي. سؤال واضح وصريح، مين اللي حط القائمه الدوليه، حضرتك ولا الكابتن جمال؟ كابتن جمال. كابتن جمال غندور. السؤال الثاني، مين اللي حط الترتيب بتاع القائمه، حضرتك ولا الكابتن جمال؟ كابتن شوبير، دايما انا بقول مقوله ان لجنه الحكام هي المسؤوله عن القائمه الدوليه. تمام. وانا ما كنتش احب، وانا لقيت لجنه الحكام ان حد يتدخل في عملي. ده صحيح، ده صحيح، خاصه في القائمه الدوليه. نعم. انا طبعا الكابتن جمال غندور دعاني لحضور اليوم اللي اتحطت فيه او اللي هيتناقش فيه القائمه الدوليه. كويس. ده شيء محترم طبعا. نعم. وشيء حضاري طبعا ان الحالي يرجع للسابق في بعض الامور، وده شيء كويس. جميل. وده شيء الحقيقه انا سعدت بيه واتبسطت منه كتير جدا يعني. وقعدنا تقريبا اللجنه كلها قعدت، اعتقد كان في معسكر للحكام الدوليين، وقعدنا واتحط القائمه، ويمكن حتى قرينا الفاتحه في النهايه ان ما يطلعش اي كلام من ده. كويس. وانا التزمت ده يمكن لفترات طويله الحقيقه. يمكن حصل لغط شويه، الناس زعلت مني شويه، حصل كلام من فتره. على فكره عشان انا هكون اكثر صدقا معاك كابتن. تمام. أنا تمام. انا من ساعه ما سبت لجنه الحكام طلعت مرتين في الاعلام. مظبوط مظبوط. مره لتوضيح بعض الاخبار عن القائمه الدوليه اللي اتنسب ليا حاجات كتير، وانا كنت يمكن ثلاث شهور ما رضيتش اتكلم، يمكن طلعت مره خمس دقائق في مداخله حتى. ودي تاني مره يا كابتن شوبير. نعم. ودي تاني مرة. طيب. يعني إذن سؤالي الأخير، هل جهاد جريشه كان يستحق أن يبقى رقم واحد في القائمة السنة دي ولا لأ؟ لو مش عايز تجاوب ما تجاوبش. والله يا كابتن شوبير، احنا اللي انا اتكلمت فيه واللي اتكلمنا فيه كان نتيجة لبعض التقييمات اللي حصلت. احنا كنا بنعمل ايه كلجنة سابقة؟ كنا بنعمل تقييمات لكل الحكام. نعم. تقييمات بالنسبة للتقرير اللي في الملعب ده ما اقدرش اغيره ولا حد. نعم. يقدر يغيره على الاطلاق، تقرير مراقب المباراة وتقرير الفيديو. تمام. وقدمت كل ده للكابتن جمال غندور الحقيقة. طيب. كل التقارير وكل فهمت. التقييمات اديتها للكابتن جمال غندور في النهاية. برضو بزلت اقول ان لجنة الحكام المسؤولة هي في ذلك الوقت هي المسؤولة عن القائمة الدولية. ممتاز. ممكن تاخد آراء الآخرين، ولكن في النهاية لجنة الحكام هي لها الحق الأصيل في يحطوا جهاد نمرة 10، نمرة 5، نمرة 2، نمرة 1. ده طيب. حقها. حلو. انا عشان وقتي بيجري، هو انا هقول حاجه وهسيبك تتكلم. هو بس سؤال واحد، انا بس هقول لك انا حاجه. هو يعني القائمه قال ده احتراما للجنه. كلام سليم. كلام حاجه ثانيه، واضح انه جهاد ما كانش رقم واحد عنده، هو معايا على التليفون. اتفضل. طيب لا انا بقى اشرح لك حاجه. انا طبعا يعني بمثل عصام، وفعلا يعني هو اشاد بده، واي حد في مكانك لازم يعمل. نعم. هو بس عصام طبعا انت قلت في حاجات اتنسبت ليا، يعني مش احنا اللي نسبناها على فكره، المواقع هي اللي نسبتها. يعني فعلا ناس اتكلمت. انا حسن اتفق مع كابتن جمال اللي بتقوله. انا حسن موقف بس زعلني بس. انا مش عاوز ادخل خالص للاعلام ولا اتكلم. لا بالعكس، المهم تتكلم. ان اتقال من فتره يا كابتن جمال، وحقيقه واللجنة حتى مين انتوا كمان زعلانين مني من فتره ما بتكلمش. لا خالص خالص. انا صادق جدا وبكلم بكل امان. اتقال ان انا طلعت وطلعت التقييمات بتاع ما هو ده اللي انا عايز. ده اللي انا النقطه اللي بتكلم فيها يا عصام. هل احنا اللي قلنا كده ولا المواقع اللي قالت كده؟ التقييمات اللي طلعت يا كابتن شوبير يا كابتن جمال مش هي الحقيقيه. بالظبط كده. مش هي أيوة اللي يعني انا بعتها ليك يا كابتن جمال. وعلى فكره يا كابتن جمال انا بكلمك والله بكل امان، لان الحقيقه يا كابتن شوبير انا اديلي فتره حتى اللجنه ما بتقوليش انت تعالى دي محاضره، تعالى مش عشان هو قال ان انت مش فاضي. سالت السؤال ده قال ان انت مش فاضي. مش زعلان، لا بالعكس، انا موجود في مصر الفتره اللي فاتت كلها، ما كانش عندي سفر ولا حاجه يعني. عشان اكون صادق يمكن. وانا الحقيقه اشهد وانا في اتحاد الكوره ان حضرتك كنت دايما الاستعانه بالكابتن جمال، ونفس الراجل بيقول عصام. انا بس بقول ده من عشم يا كابتن. طبعا طبعا. لا ده حقك، وانت حد مهم في المنظومه عصام.
كابتن شوبير معاك وفي جميع المداخلات كنت بقول ان كابتن جمال الغندور والكابتن احمد الشناوي شركاء في كل العمل اللي بيعمله وشركاء في كل النجاح اللي كانت بتحققه النجلة. طيب خليني اسمع رد الكابتن معاك اسمع رد الكابتن جمال لانه وقتنا بيجري. لا لا هو طبعا طبعا من غير من غير اي تزويق للكلام عصام عبد الفتاح واحد من افضل المحاضرين الموجودين في افريقيا تمام ومن افضل المحاضرين الموجودين في مصر تمام وانا كلام ده انا مش بقوله دلوقتي انا بقوله وانا بره ماشي ولما يكون عصام موجود معايا لما بكون موجودين مع بعض شغلنا بيبقى مستوى فوق الايه الممتاز في الاخر بقى خلصنا فوق الممتاز انا بس عصام فكره ان احنا ما حدش استعان بيك والله والله قدام الكابتن شوبير انا هرجع ارجع للدكتور عزب وارجع لوجيه في هذا الكلام لان احنا ما بنديش محاضرات بقالنا فتره كبيره احنا بقالنا فتره كبيره في معسكر بتاع عم عزيمه على كوبايات شاي في الاتحاد ده راجل رمز من رموز الاتحاد لا قبل كده مجلس اداره دولي وحكم دولي عشان انا مش متذكر مش متذكر التواريخ لكن قبل كده فعلا يا عصام واتاكد الكلام ده من الدكتور عزب وجيه اتصلوا بيك وانت قلت لهم انا مسافر ولما ارجع من السفر هكلمكم عشان اجيلكم يعني طيب انت اللي سبت الباب سبناه عندك لكن احنا ما نقدرش نستغنى عنك وانت عارف كده كويس كابتن عصام عبد الفتاح بشكرك شكرا جزيلا عندي سؤالين صغيرين ممكن بسرعه كده يعني لو قلت لك مين افضل حكم في مصر دلوقتي حدد لك ثلاثه تختار واحد لا مش هختار مش هتختار واحد لا. طب لو سالتك على رايك في ابراهيم نور الدين دلوقتي ابراهيم نور الدين في دلوقتي كلمه بقى يعني في كلمه في كلمه رجع زي ابراهيم اللي كان موجود في امين عمر امين عمر هو مستقبل التحكيم في مصر في محمود البنا محمود البنا حكم موهوب موهوب بمعنى كلمة موهوب وعمل السنة دي واحدة من أفضل مبارياته أو مباريات اللي اتعملت الفترة الأخيرة بتاعت 4-4 لو حطيت لك صورة لعمر الجنايني رئيس الاتحاد هتقول له إيه؟ هقول له أنت عملت حاجة للتحكيم كل واحد بيمسك التحكيم بيتمناها طول عمره أنك سبت لجنة حكام تشتغل باستقلالية تامة فبشكرك لو باستقلالية تامة طبعا لو حطيت لك صورة لجهاد جريشة هتقول له إيه؟ هقول له جهاد أنت غلطت وأخطأت تقديرك في أنك أنت تتهمنا اتهامات ما كانش يجب أنها تكون موجودة لازم تتذكر دايما الناس اللي هم بدأوا معاك والناس اللي وقفوا جنبك ولازم تعرف أن إحنا سواء أنا أو الكابتن عصام إحنا لينا أسمنا لينا تاريخنا ما إحناش محتاجين يا جهاد أن إحنا نعطل حد عشان ده مش هيفيدنا في حاجه لو حطيت لك صوره سمير محمود عثمان اقول له سمير انت انا العلاقه مقطوعه خالص لا مين قال كده يا جماعه انتوا بتجيبوا الاخبار دي والله انا طب ما نجيب سمير هل بقول لك هل العلاقه مقطوعه سمير يا فندم انا بسالك والله خالص طيب سمير من الناس اللي انا بحبهم جدا وسمير اللي بيجمعني بيه مش التحكيم بس اللي بيجمعني بيه علاقات اسريه كبيره سمير المستقبل جاي والمستقبل ليكوا احنا كبرنا خلاص تمام المستقبل ليكم ان شاء الله الحكام هياخدوا فلوسهم امتى عندنا ان شاء الله يعني اليومين دول فرصه نبتدي بقى نعمل لائحه جديده عشان الفار ودخول الفار ونعمل لائحه نحط فيها حكام الفار ان شاء الله يتوافق عليها على جديد ابو خمسه ولا على ابو ثلاثه والله كابتن شوبير ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نعمل احسن حاجه للحكام نورتنا انا بشكرك على الخناقه وبشكرك ان خليتني اسمع النهارده عصام بقى لي فتره فعلا ما سمعت الصوت ده شرف يغلبك محدش يعرف يغلبك لا خالص ليه يا كابتن انا غلبان والله نورتنا وشرفتنا شرفتنا والف مبروك لخالد مره ثانيه خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل عبد القائد جميل كابتن عز الدين بهادر 73 سنه رقم قياسي فاضل له ماتش ان شاء الله ويحطمه يلا بينا الحقيقه حاجه مش معقوله يعني انا بعتذر قلت 73 سنه 75 سنه لكن القصه نفسها سيبكم موسوعه جينيس و الحدوته الاصرار التصميم امر صعب جدا انا بس بحيي نادي 6 اكتوبر او نادي اكتوبر بكل قياداته بمجلس ادارته بالمسؤولين لانه هم اللي خدوا الخطوه العظيمه الجميله دي كابتن عز منورنا الله يخليك يا فندم ازاي حضرتك الله يخليك الحمد لله ازاي اوصف لي احكي لي يعني حدوته يعني و يعني انا بمارس الكوره باستمرار يعني ما توقفتش عن الكوره كويس بلعب على فترات كل ما تجيلي فرصه استغلها حلو فلقيت انه طب ايه المانع ان انا ممارستي ديت للكوره تخلي فرصه عندي ان انا اقدر ادخل الموسوعه او احطم رقم كذا خصوصا بقى ايه اللي كبرها في دماغك
الكبارة في دماغي صراحة يعني. هي بدأت لما رحت أزور واحد من أصدقائي ولقيته مريض في حالة تعبانة في حالة قررت أن أنا لازم أغير يعني أنا منتظرش أن أنا أبقى تعبان ونايم وقاعد وكده وأغير سيستم حياتي. أنا كنت مدخن كنت مدخن وأحب أسهر يعني بالليل دايما وكده فقررت أن أنا غير. وكمان كنت زهقت من ممارسة عملي الهندسي والزراعي. حضرتك مهندس؟ أنا مهندس مدني استشاري وغيرت من 30 سنة غيرت دخلت مجال استصلاح الأراضي والزراعة وبدأت أمل برضو من المجال ده فقلت طب أنا التغيير أنا في السن ده داخل 75 سنة طب أنا إيه اللي أنا غيره لازم أعمل حاجة بقى أنا بحبها يعني أنا عمال أعمل حاجات عشان الحياة طب أعمل حاجة لنفسي أنا بحبها وأعمل حاجة لنفسي كمان لما شفت أصدقائي اللي تعبان واللي اتجه بقى للصلاة بس والبتاع عشان احنا خلاص رجلي هنا مفيش مهمنا ان احنا نصلي ونستمتع نصلي يعني كل حاجة بالظبط لا هو هو قصر حياته على انه انا خلاص العبادة. انا خلاص رايح يعني ماشي من الدنيا يعني طب انت لا انت خليك في الدنيا واعمل كويس في الدنيا يعني برضو هتأهل نفسك لانك تروح مكان كويس بعد كده فانا بدأت ايه الحاجة اللي انا بحبها الكورة لعبت في نادي زمان يعني فكرت حاولت ولا ما كانتش في اهتماماتك يعني تستمتع بيها بس مش ما كانش في اهتماماتي ما كانش عندي فرصة ما كانش يعني عندك وقت يعني كنت كلية الهندسة عين شمس سافرت برا مصر شوية سافرت كتير كانت صعبة ودخلت وبعد كده كنت ضابط في الجيش وانا في الجيش اكتر وقت ظهرت فيه لعبت فيه كورة كنت تلعب دوري القوات المسلحة لا ما كانش كانت الحرب ايام الحرب كان متوقف بس احنا كنا الشيء اللي بنعمله عشان خاطر يعني انا كنت في كتيبة فيها لعيبه كره كتير والله كان فيها كذا واحد من 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 حد من المشاهير كان في واحد بورسعيد اسمه السنجا طبعا ده السنجا ده لعيبه في تاريخ مصر السنجا طبعا ده جميل وخف الدم ده كان معايا في في الفصيله بتاعتي كان كنت ظابط بتاع ده كان كان جميل كان جندي هو وكان جندي وكان وكان بيلعب حلو وكان مجموعه ثروت وبهجت وطلب ناس من 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 انديه برضو وعزمي كان من الطيران كان من من كذا نادي وكان قائد الكتيبه بيحب الكوره لدرجه انه مره في واثناء احنا استعدادنا للحرب وكده انا كنت وصلت لمستوى بلعب حلو جدا والله مره جاب قائد سلاح المهندسين قال له تعالى عايزك تتفرج على ظابط عندي بيلعب كوره كويس وجم فعلا واحنا في وسط ما احنا بنلعب كنا بنطلع مأموريات انا كنت ازال القنابل ما شاء الله فكنا بنطلع المأمورية نأمن مثلا اربع قنابل ويطلع على طول يركب معايا السنجة وعزم كل فرقة كرة وانا طالع انا مأمورية عليا ابص عليهم كلهم راكبين العربية حلو نعمل مهمتنا ونأمن القنابل ونعمل عرض قنبلتين هنا وقنبلتين هنا لا 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 لا, لا. ونكمل ونلعب ماتش كورة قنبلتين العرضة اللي هم بدل الطبطين قنبلتين أصعب أنواع القنابل هي الكبيرة اللي هي دي عشان تبقى عرضة حلوة يعني لا 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 بجد والله فكانت يعني كانت فترة جميلة جدا بنستعد أول مرة في حياتي أشوف العرضة قنبلة دي جديدة جديدة العرضة قنبلة يا نهار أبيض أنا واقف قنبلة طب أدري الكرة جت في القنبلة يحصل إيه؟ لا ولا حاجة ما إحنا مأمنينها يعني نأمنها يعني أول حاجة نعمل شغل يعني لو الواحد شاط قنبلة لكن شاط في القنبلة دخل في القنبلة مفيش مشكلة حلوة دي كانت فترة جميلة جدا وكمانك أنت قاعد في ضغط الحرب والحاجات دي أنت ده 73 من الكلام ده 73 أعظم حاجة في تاريخ مصر طبعا فده بيخليك أنت برضو عايز تستمتع بهوايتك عايز تستمتع لانك عليك انا حاسس ان الروح دي لسه موجوده جواك روح الروح 73 دي صح أحلى ولا لا ايام حياتي والله. واحلى روح رغم ان احنا كانت حياه قاسيه وكانت حياه صعبه واجهت الموت انا كنت في الجيش الثاني واجهت الموت كنت احيانا وفي زمايلي كتير ماتوا يا عيني لكن كانت فتره من امتع عبرت فتره انت من ضمن الناس اللي عبرت احنا ازاله القنابل اول ناس نتقدم في كل حاجه يعني ليه لان انت الجيش ما يقدرش يتحرك الا اذا انت بلغته انه ما فيش قنابل مفيش قنابل فوزي كده ازاله الالغام بس دي اصعب شويه هي اصعب نعم هي اصعب هم معانا برضو سلاح المهندسين برضو ازاله ما شاء الله
كانت ايام جميله. بس انا عم مراتي اللي هو عبد المنعم سلامه كان في سلاح المهندسين، فكان دايما يقعد يشرح لي ويحكي لي دورهم وعملنا وخلينا وسوينا. حرب 73 كانت حرب مهندسين اساسا. ايوه ايوه، كل عملياتها كانت مهندسين. نعم. ومن اجمل ما يمكن ان انت ما كناش حاسين ان احنا حاسين ان احنا بنعمل حاجه حلوه، مستمتع ومستمتعين والله. انت بتحكي باستمتاع كانك أنا يعني دي انا ما بتذكر الايام دي، وتذكر قائد سريتي نقيب حمدي وقائد العبوات اللي هي الشراكه الخداعيه وكده نقيب رحمي، ناس كنا بنقعد ندرس، نجيب كتب كده ونقعد ندرس عشان دي قنابل جديده، ونقعد ندرس عشان خاطر نشوف القنابل دي هنعمل فيها ايه ودي هنعمل فيها كده. ايام جميله، ايام جميله. الكوره بقى يعني، طيب لعبت كوره في الجيش وبعدين طلعت واشتغلت بعد كده انا سافرت الكويت ولعبت كوره مع شركتي في الكويت. لعبت حلو جدا والله، لدرجه انت لمستك حلوه في الكوره. انا كنت مصاب كمان يعني لعب الماتش وانت مصاب. انا رجلي اليمين كانت ورمه يعني كنت بلعب يعني خايف يعني طبعًا. وخايف ما كملش 90 دقيقه 90 دقيقه كتير برضه كنت مشترطات فانا ما لعبت تلعب 90 ها 90 ده عشان الرقم بتاع موسوعه جينيس. لكن الرقم الاولاني خلاص تسجيل الهدف خلاص انت دخلت كده الموسوعه. فانا بقول لحضرتك لما كنت في الكويت حصل لي موقف بسبب الكوره. قول لي. ان احنا واحد زميلنا واحنا قاعدين في الكافي بريك مع رئيس مجلس الاداره والاداره بيقول لهم ده عز بيلعب احسن من جاسم يعقوب. جاسم يعقوب ده نجم الكويت العظيم. ده النجم العظيم جاسم يعقوب والدخيل والعنبري وطبعا ايوه المجموعه دي احمد طرابلسي ده لعيبه عظام طبعًا. هو قال الكلمه دي بقى طبعا كميل والدنيا العظيمه دي كلها. لا حضرتك عارف كل الناس الله الله امال ايه كلهم ده ناس لعيبه ايام الكويت كان اقوى فريق. احمد طرابلسي ده من اعظم مقريء القران دلوقتي. احمد طرابلسي حارس مرمى الكويت طبعا طبعا امال ايه طبعا ده ناس جمال جمال في اللعب. حلو، هستاذنك اروح لفاصل وارجع اكمل حكايه الكابتن عز الدين بدر. ده طلعت حدوته كمان غير الكوره حواديت كتيره جدا. فاصل ونرجع تاني. كابتن عز الدين بهادر اكبر لعيب في العالم 75 سنه. كانت صعبه ان انت تلعب في نادي ولا لقيتها الدنيا ماشيه كويسه؟ لا انا كانت عندي مشكله كبيره جدا. ايه هي؟ كنت واخد موافقه جينيس وورلد بعد ما بعت لهم فيديوهات وحاجات وما كانش عندي نادي. ودي كانت مشكله كبيره جدا، وكان عندي احباط شديد جدا. ولغايه لما يعني ناس كتيره ساعدتني واهمهم الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب ده جميل، والاستاذ ابراهيم حجازي ما شاء الله فايتر ابراهيم حجازي وقفوا جنبي وساعدوني لغايه لما الاستاذ محمد ابو العلا بعت لي استاذ محمد العريان عمل معايا حديث في الجول، عمل معايا حديث واتنشر هنا. من هنا بدات الحاجه. وبعدين الاستاذ وليد العطار وقف معايا انا رحت قابلته ولقيت منه اهتمام، لقيت سبورت جامد حلو. بس قال لي انا مش هعمل لك من البحر طحينه انا هحاول وهنشوف. لغايه لما ليه اكتوبر بقى؟ اكتوبر اولا مدينة محترمة، نادي طبعًا محترم طبعا، مجلس إدارة جديد عايز يعمل حاجة صحيح، محترمين شخصيات قوي. في شخصيات كويسة بعتولي أكتر من محترمة أنا حسيت إن أنا مع نادي أكتوبر هبقى ليا سند. طب قول لي موسوعة جينيس هتبقى آخر أحلامك ولا ممكن تبقى في حاجة تانية؟ أنا أقول لحضرتك قول لي أنت بصفتك لاعب كرة يعني يعني مش عايز اقول لك قد ايه انت طبعا لاعب كره يعني فاهم كويس نعم. جدا انا لو الماتش اللي جاي ان شاء الله لقيت نفسي كويس بغض النظر عن 90 دقيقه 90 دقيقه ان شاء الله هقدر ان شاء الله عليه. لو لقيت نفسي كويس انا هبقى دخلت الموسوعة هبقى بعد كده يكفيني دقيقتين لو لعبتهم في مباراه سواء في افريقيا او في كذا او في اي منافسه عايز تلعب منتخب او اي نادي تتحسب لي وتتحسب لمصر انه واحد عنده 75 سنه العظيم. خد رقم ده الرقم ده صعب انه يعني انت عندك امل تتأيد في احد الانديه اللي بتلعب في البطولات الافريقيه؟ عندي امل لو انا لو انا
انا الماتش الاولاني كنت بلعب وانا عندي اصابه في رجلي مش قادر اتحرك. ان شاء الله تكون احسن باذن الله. لو انا لو انا قدرت اول حاجه اثبت لنفسي ان انا كويس، ان انا محافظ على مستوى كويس. بعد كده بقى النادي بقى عندك اللي بيلعبوا في افريقيا، اهلي وزمالك وبيراميدز ومصري، عايز تلعب في اي واحد منهم؟ قول. هنا اهلاوي. انا اهلاوي لكن انا مش متعصب. انا مش متعصب. احترم جميع الانديه يعني واحب جميع الانديه. لكن انا اصلا اهلاوي. بس انا مش صعب ان النادي الاهلي يلعب لان النادي الاهلي او نادي الزمالك. لكن بتحلم بنفسه. احلم. هل بتحلم تبقى مدرب؟ لا لا. انا فرحان جدا بيك وفخور جدا وسعيد ان انا اتحاورت مع حضرتك. الله يخليك. والله العظيم ثلاثه. وانا سعيد بان الكلمه الاخيره لحضرتك. اتفضل الكلمه الاخيره. اتفضل. والله انا يعني بقول للناس ان هم مستغربين في بعض الناس لسه كانوا بيكلموني دلوقتي. نعم. هل انت بتعمل شو ولا ايه يعني انت كبرت وعايز تظهر شو ايه؟ يا جماعه اهتموا بنفسكم واهتموا بالرياضه واهتموا بصحتكم. نعم. خليكم قدوه للي طالعين بدل ما هم داخلين في بطلنا سجاير بطلنا سهر اهتمينا باكلنا. اهتمينا بالرياضه منتظمه ما شاء الله. يا ريت كل الناس تعمل كده وهي تعيش حياه كويسه تبقى مبسوطه وراضيه عن نفسها. مش هيبقى في كورونا كمان. مش هيبقى في كورونا كمان. مش هيبقى في كورونا لو الناس عملت كده. نورتنا يا كابتن عز. الله يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر كل اللي سهلوا لنا هذا اللقاء. خلص الكلام. مسك الختام هو السلام. سلام عليكم.